هو أنيكو كوه اللي مجيء إن رير خاتمه جالية دكلاه رير من الصورة دتك الصومالي ده ولا لدينا نتعلم هاي أنت وأنا جاي من ماذا تعلم قعودة إن هاد إلى سورة ويسان سعبنا إلى سورة ويسان مدحويني هراء خاتم استيت أوف صوماليا محمد شامع عند الشل إن دتك حوي غنان محمد شامع محمد يوسف جامع عند الشيل لكن وها كورلين عندما دي دولة دي فدرالية سوماليا كورلين دي رجدي سوانا هاي كورلين لازم حتى ميلو البعيد دي كوادا قادة لكن كورلين هو ده ريكورد بقى and ضد بدن با أركي تري أما مغلي تري أما تلفزيون ده كده هون يجي عشلة دي يرو عرتي عند الشيل بالك كاد لأن هالك نمبر هالك نمبر عا وكا وانيك أجرك عاد هالك نحذا فديا تايق عسلة كوديران مايو and تاريخ ده مدحويني هراء يوحقبت كيسيبة ملا واحد كبر براني تلاح بالك لي ولا قعري سحدر بالك لي ولا قعري بوه ذلك لي بوه عمال مري قف كوحو عررا مركو هي قف ترى هدا هذا نشرين عندنا كبس هذا القادس وحلو يريني يي وواحد ترى ويه مدحويني هراء عورت نوفريا انتي نربتا انا سؤال بدن وديسان انا تيش شخصيا وصلنتان تاريخ لا صدق سنة كهر يملي ترقي سيدي بقول نقول مايو محمد جامع عند الشيل واحد كبر التنين وها مدحويني هي مامور قبلات كخاتمه استقل الآن تينا إلكشن كان ما أنت دعي بروفيسور مدحويني على خليفة قريب لقود دور تمايد دعدين هدو يستقل نقول له ميد ميل كلا كيسا وتشوقي خاتمه أما ودقالة مي أما ومر بملو أوردي باكوس غريسي إن يسوي مدن دد موادين أو تعل يسوي ماشها ودتيركا يشرفت يكرم هذا بيشا رير خاتمه أو جد وحكر على تي برلمان ما تشرى أو عين رولان هاي وسيروس رير خاتمه ووسيرة ده نعية ده كده سن يكون جذها كده سن با لا تعلس غرينيا وحنا هذا كفر حسن هاي خاتمه يندشل يدمان واحد شرى واحد هالك كأنه يهبل على رخاء ثم هين بقول كي بس سجاشن يسجال وحنو يشيل هذا الكي قالوا يدكسو جوبينيا دولة دخاتهم هو دولة دكلي يا كنيسن إيس أفريكا إلى هبلات تدبو سير مريا دولة دكشير تبون تلان سومال لانجل مدوجي حماني حبيات بقشان واحد رجس سر هبلات كي قبته ماله وسير كأريمه دبو دوا تكذا دوا قالسان لبا هبلات باي سجاه سيا أو غرانيسان تجد مدعونا على خليفة قلنا واحد على هاي قف كي ديارة إن كل قبر كي قاضي صحيح اللي قدمي على صوص عضو وهذا ديار تيموي نمكى وضياسة مدعونا وهذا اللي دونتان نبى هالك كهاد لي أنت عينا هذا كين أوسي جود قلين شنكا وكده عيي خاتمه جديد يديس بدلي تبع سرو مركع ساول الصعنة إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها يوم القيامة وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن سن بسنته إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن
أخو المؤمن. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة دنعاوة أين أسقنمي أنا ملاين أيوة تاجرية شخاتمو إن أبدن يهين أن واحد شراء واحد كله أو كوين حلاقي أوا إنه دمانتين إن أما إنتين نبضني بقى أين خاتم يصنع هاي لكن واحد شراء واحد كسي وين تاس أو إن قد حيا ومحية إلهي بان وشيك سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وحا ولا رأون أه ولا لك لي وحا أه ذاتك إيمانك ولا لي الإيمان بالله ذاتك مقعاقاتي يا أيها الذين آمنوا كواك لي أمبا ولا رأه وحين كولا لوبين أو نصب أي كوضا نقضين إلهي سبحانه وتعالى إني هميين ونصب نمو كوين نصب نمو ذا أي نشيغن مركا وحا مهيمة إن أرنكا لتحقليو يدو أو أرنكا أي نؤغنها إني نتحقلنا هدي تهي قبلية يهدي تهي سياسات يا هدي تهي تنصب لماذا أول لماذا المادر لماذا يا هدي تهي صاحبنا لكن تنا كقيمة بدن وطول على سين كمدو يا نكعب عرب كي عتشبيجا شينها يا صوماليجا مريكان كي يوروبيان كا يا عرب توا أرين طول على سوي أركاس إن كبر أرجنوا مهم ويه النبي بن عليه الصلاة والسلام وحوليه هاي حديث لم يدع آيات داس أوكالي المؤمن أخو المؤمن قفك مؤمن كآهي وولالك مؤمن كالي محامر كاللوبة هاي هاي أما اللو قد دي يددك ولالها إنانا إسلباتين إنانا إسطلمين إنانا عدو إسوديبين إنانا إسطلين إنانا إستعايدين إنانا إسعاين وحين أركن ما أنت ملك استوى دبعته كذا عيسو أما اللي يسكت يلي دب مسلمين استليه استلمين أيا استدعيا مركه وحنا نفتي ذي إدين كبدين تبدار ما يواسيو جب الجبين أيا أرنكا استجاء قف ولو كبرارو وقف كمؤمن كأه وجو إنه ولالك أيه هاي بل سيلاقي يا أبو بك ولالك أيه هو يدا أبهرش مركه قاركود إنه كأجدوي هاي هدي أتكلم عقيدة نقطة عن قفقة إسقاء وكأجده فيها وياك كوالك أعلو ودشين هو يلا دشي أباها له هدو عقيدك عقيدك كل دوتين اسمه دحليسان كدحلي ماي أدوه دحلي ميز حتى هذا هذا شيء وأما هو كدلي وأتكل الدين تي كل الدين نقطة عن اسمه دحليسان وأرين حق وأرين دينوي أرين كاسبان كسر جب جبين يا إن شاء الله رالي جا هذا نقول شيخ ميه تذكر قفقة وع علم أما الدين تيربانا هاي أنت أصلاً كسر خلاص يعني إن شاء الله بلاك توفيق وتشتاق من الآخر. وها قدومي هي مدة دي حالة دايرة دك دك جاهد هذا يروح كم دي هاي شعب كرر خاتمه. إن أم هذا نقدان أو ترادان مدة دي قابلة ده حلك إنه عايشين أو ما تنت حلك إنه نقول ترى. إلى هاي السفر كأنا كأجر قصة في فضوت مع السلامة. ماذا حوينا كسر هو من يابلس قبل كم من السورة تالية أوت فر بدن بدكين. أن كل مدة بدنا ودلت شو قصة لوت تدوادي يوم مدة ثمان عشرين جارسة قارقار يو كلي كلي يو كويس يو فاملي يو صاحبة بدنا ودلت هينا واسأرك دونتان أن وحن تعال هينا ذي شيء جو شيء تدي ذي شيء جاي أفرى لوت الساعة عضات وكلية أيو حلكة قدومي ماذا خاتمة منصورة وقعدت كوايا وامباساتور أف خاتمة استيت أف سوماليا تمنصورة عبد الرشيد سيدي دي شيغي وا بروفيشنال شقوي كي سعاده وهي ما شاء الله وددك اوغو بدن دقالها كو بخيا خوغيسي وقتي سنه هورا انا واحد بان اوغو فرحاي شلي ماركي لي شيغي لي يدي واخ لاغي دغي جيرمان لعقت جيب كيس كو تيرتر استعمالينا دار واخ كلا وينو دالر كو ريوي مينا والله سوما دنا واحد تران نين خلقاده اي دلبي عبد الرشيد ادا جالي دغدومي وادي شيلين لا وايي اسغ لعق نقانا لكن وينو لا شقينا وايي عدكيسا كادوسيه موقت مركو هادليه يا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دمانتين وين السلام يا سلامت السلامك. أنا جا مركي جور السويو مستعاش صوت هاجي حشود بيجو يرتشري غير هاللي هذا. ها مركا وين السلام يا دمانتين وحن صوت هاجي إن دمانتين صوت دوينو مدحويني محمد يوسف شامع in the shell oo aan wada naqaano halyeey nimidiisa iyo halgan ku soo maray aan shucuurna ina galiyo aan ila maalinta shaqada qabtay aynu taageerinay aan inagoo dhana maalin kastana waxaan ku sheegnaa jaalmada hoyne jaaliyada Soomaaliyeed ee halkan degan dhamaantood waa dad aad u khaatumaysan waa dad cadaalada jecel waa dad karti badan waa dad shirar badan waa dad idaacad badan waa dad waxtar badan waa dad Soomaalinimadooduna aad u sareeyso aan ila madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Sheikh Shariif soo tiri gudigood halkan aanu ku wada casno mid aan na wacdiin ma jiro always na wacdigayay ku shaqeeyaan aan jaaliyadana waa tii u soo taagtay dawladahi kala duwanaa ee heer kasta ka soo maray kuwi gobolada ka soo maray kuwi federaalka ka soo maray ilaa im ka dhisan marka adiguna waxaan kaga hambalyeynaynaa shaqadii wanaagsanaa ee tustay intaad xilka haysay iyo sidii habsamid ahayd aad u wareejisay aan waxa weeyaan dhabaraday gaad muujisay waxay waajib ku tahay qof kasto Soomaaliyeed inuu ku daydo qofkii xaq u dagaalamaana mar walba uu guuleysanayo aan dhamaanteen waxaan idin faraynaa inaan waligii aan maxamed madaxweyne maxamed shilka xilka wuxuu ku wareejiyay Cali Khalif Galeyd nin reer Minneapolis ahaayo boodiyamka soo fariisan jiray halka kan oo aan wada dhageysan jiray marka taageeradii weli waa la naga sugayaa oo laban laaban mashaariic badan baa la naga sugayaa waxa la naga sugayaa inaanu dhiirigelin weyn baa la naga sugayaa waxa la naga sugayaa inaanu shacabki wax u qabano waxa la naga sugayaa inaanu ceelo qodno biyo siino caafimaad u tiro ciidan iyo dagaal abaabul un maaha waxa la naga doonayaa dalkeennii inaynu u istaagno u halganno waxaan idin sheegayaa wax yaroo nidaam kaliya u baahan for example 2010 kii waxaan tagay gobolka soo laascaanood moogta waa anoo yar baan joogi jiray maaragta waa aqaanay laba saddex sakadood oo buurta xiga iyo laba sakadood oo xagga cusbitaalka xiga iyo laba xaafadood oo aqal Soomaaliya ahaan jirtay moogta beriga aniga ugu dambeysay magaaladii oo maqshirib iyo maqrib ka dhacday oo buurihii agagaarka daara saaran yihiin baan tegey waxaan tegey meeshii xabaalaha ahaan jirtay oo ninkii la odhan jiray jahaad ee ku dilay ee dilay Cabdirashiid Cali Sharmaarka Allah u naxariistay xabaashiisu ma aqaan ilaa shan mayl u jirto xabaalaha kale dhinacii magaalada ugu wanaagsanaa ee webiga durdurka la odhan jiray maro geeda qarsay oo xataa ku adeeg awoogay baa ku beeri jiray baa la yidhaahda xabxab moogta dhulkii oo wada qabuuraa oo magaalada in ka badan moogta marka waxaan oran lahaa haddii la nidaamin lahaa dhulkana waa la isticmaali lahaa dadkeena dhintana inagoo caabi waa la aasi lahaa moogta marka nidaamyada inaga maqan bay ka mid tahay dadka nool kaliya in la hagaajo maaha wixii inaga dhintay geeriyoodana waa in la hagaajo waxaana dowlad iyo nidaam baa keena maxamed madaxweyne maxamed wuxuu isu taagay inuu nidaam iyo dowlad dadkiisa ku shaqaysto oo cagaha u taago waad arkaysteen orodku talaax ka qaado marna buu hoodli ku tagay marna saaxdheer ku tagay mar karin dabeelweyn ku tagay waxaas wuxuu ahaa dadkiisa inuu dowlad cagaha isku taagta oo uu sameeyo moogta marka anigoon hadalka badinayn aad baad u mahadsan tihiin guddoomiyenimo ii magacaabeen doraad 24 all baan ahay soo 24 hours all reekhaatuma waxaan idinka sugayaa waxaan idinka sugayaa waxaan hore laydin weydiin waxaan idinka sugayaa inaad nala shaqaysaan waxaan idinka sugayaa inaad nidaam dhisanno dawliyana oo urura oo halka kan ka shaqeeya oo dhaqaale leh oo waxtar weyn leh oo marba mashruuc aynu ka fulino dalkeenni waxaan idinka sugayaa in isregister garayno oo qof walba information voluntarily ku bixiyo xoolihiisa voluntarily ku bixiyo madaxdeena voluntarily ku taageero
وحد كسر جيا إن الشركة تمدان وحد كسر جيا إن الدورك إزجار سيسان مربو مشروع تاجن وحد كسر جيا أورك إنه مانتر لسنه إنه next 50-100 years تتكلم من صورة دقني أي استعمالان وحد كسر جيا عروتي إن أتكون برتان ماشي كي مادن إنه وحترو بانتاي وحد كسر جيا دتك تالنت جاء organizational skills كله إن لك هنا والله صاهر مريو اللي راقف كان يشقدن وكفي عن يهاي بل تالنت كيس كفايديس وحن يتكسو قيا قبلها الليدرشيب كله جامعة عدن كسو وضب حنا everyday أنا وهدا رسمي يا جدين شغو كمبنية أوين بنو شقين شري أو وحيا لا بدن نبري سو واحد كرتين ما تذكر لنا واساس مدح با هنا بن كوني عبد الملك باتشوغا ومدح سروي مركا وحن يتكسو يا إن السكيل كان يسكتره organization ديسونه استركوبنه maalinta aynu cududeena muujineyno aynu aragno waxaynu lugaha u taagnay in boqolaal qof oo future ka isticmaali doonaan organization-ada kale inaga koobi gareen doonaan marka diyaar garowba waxa la idinka rabaa maanta taageero weyn waxa la idinka rabaa wada shaqeyn waxa la idinka rabaa halgan cusub oo ah inaanu dhisano urur cusub oo xoog leh oo muuqda oo calan leh calan meel ka taagan aad baad u mahadsantihiin خاتمه وارنو شاي هاي سرادو هاي سرادو وايد والله دحوغا يرو او ان يربا لا يسو كوبا انت يربا سو تابانيا ان دويد غوادي وغلي او داي غباغي ان دويد غوادي وغلي او داي غباغي habdani ga ko ye baat kara tera dare madahay ga gud ka cirada galay xmuday gabowgi waxay gaare dhow ku karay gar ku nimo cadaadan iyo gudka ugaday خاتمو قديتاي حدان غباي كوفالودو ور خاتمو قديتاي حدان غباي كوفالودو غوان نيما ودرير بيا هيد كيف انا بيت كده غوان نيما ودرير بيا هيد كيف انا بيت كده قولي سواتانا قال ولا لا guree sawatana henga al walaalahi guree sto goobti walbaad gacan saraysane afarta gadiyo wogayo goyn makay kadhi nimba gabaga kala gaasire kanan garmo yiri salka guma ameeshan karabey goowan kagasiyo gigaanu leenahay muxuu kala beer joogay gumeystu muxuu soo galo gacan togaaliy ingiriisku geesbu ka yimid dollar dirir gaare ingiriisku geesbu ka yimid dollar dirir gaare garda reisi iyo abibu noogu soo galay inkastu gantaali yow riday gumoor rasaasade war goobi dagaalada ma jirin gulmid u helay farda wada garmaameen hayo geyfan baa helay farda wada garmaameysan oo geyfan baa helay garma qaata nimankii wata dhaliyay goolkii gureysa goobtii walbaad gacan saray goobtii walbaad gacan saraysani afarta gadiyo wowgayo goyn bakay kashi nimba gabaga kala gaasire garan garmo yele gigan lahayn baa dhammaan ku gurbantumay goday iyo wardheer iyo intii harar gadaalkiisa afartaas gadiyo wowgayo goynba ka higasi
نمبر جابك قال قصيري كان قرمو يرى كي كان لحيم بعد ما انكو قربان تماي قدي ايو وردير ايو انتي حرر كذل كذا كي من دور تيرير غاري قرد الرئيسي يا بيبو نوكو سو قلعي انك سو كان تالي يوريدي قمع الرساسي دي قوبي دقال هذا مجرين قول مدوهنا ورقوبي دقال هذا مجرين قول مدوهنا فردو هذا قرما مين حيو كيفا بايه لأي قرما قاتا نمان كي واتا دالي يقول كا عدو كونا قديباتي يوكي قوو كالاي جري دي درك بالو بحشان جرين دقال كاسي جري دي درك بالو بحشان جرين دقال كاسي عدو كونا كا قربا توهو دالي سيقول كي اما جره اما قولا يان لبن كو قرر اما جري اما قولا يان لبن كو قرر الله نو غرغر مانتي وا غولف اولادي دي الله نو غرغر مانتي وا غولف اولادي افرتا غادي يو او غاي يو كون مكاي كاتي نيم باغا باغا كارا كاسيري كان غر مو ييري سلكا غوما اميشان لربي غوما كغسي سلكا غوما بيشان لربي غوما كغسي جيجان لحيم بعد ما انكو قربان تماي قدعي يو وردير يو ينتي هرر قدال كيدا جندري يو إلا قباي قو هورو ليسو جيجي بولار يو حالكي جيري يغو چوغي وربيرتين نبعادو قحسن ايد قحدي حرام مايو قارهن جيجيغا ميشي ايد قحدو ناقا تالو قبولا دي حواشي يو ينتي قوري كسو ميري قرلو قوبك الله دي وردير علعات قده دا انقلو عون لو قارا ايو لبي لقاسك انقلو عون لو قارا ايو لبي لقاسك انقلو عون لو قارا ايو لبي لقاسك اقلع قرعات قل نزور يري قول الافكيسي قل قعي قرو ايو انتي قول النقالي دا انتاسو جيان لنا كو قربان توما انتاسو وقالي مدح وين هي الدولة مكان الهوية مروين هي مضان ايال مكان الهوية مدح وينها هي الدولة مكان الهوية كو عدو كميرين هيا مكان الهوية كو ميرا هي جيل دغا مكان الهوية علوم هذا مش هذا اخي مكان الهوية انت ماشا وظف لدى مكان الهوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاقل عبد الله عبسي عبدي كل مركز شرارك خاتم اللي سقوي ما دوعه هان شره وقانك وقوه رأي ايه هادلا لكن عاقل وحن كوروا والو انقلابة يا جبادي كما ترى عاقل دولد بوناي إلا سودوي عاقل عبد الله عبسي وحن سلام يا دادك خاتمو يو تاقير يا شود فرح بدن ee Soomaali ka kooban ee waqtigooda soo siiyay madaxweynihii hore soo dhaweyntiisa iyo la kulankiisa ee taariikhda lahaa in Maxamed Yuusuf Jaamac Galac in waxa la yiri nin aan naarays lahayn waa rigeesla waxa magacaan sheegay inda sheel baalkay madaxweyne inda sheel geesigi halgamaagi martinoomatiin waxaad u timi dadkaagi khaatumo iyo walaalaha kale oo Soomaaliyeed baad u timi waadna soo booqatay waa ku soo dhaweynaynaa tafadal baan ku leenahay inta ka bacdi waxa shirarka laga sheegaa khaatumo beelmaha baa laga sheegaa cawna waa ku celinaya khaatumo
والدجان يدت صوماليت خاتمو والدجان يدت صوماليت أول عربي أدن تذكرت شري أوتليي دوين هودا ما تدودا وبتكودا كتني يا عيسى ويا خاتم وحلاهي نيكا خاتما ام مسؤول لغدا يو كتلجلن مسؤوليه دا انو مغا كوهرو يو كتلجلن انو مال كوهرو ها كتلجلو انو دتكي سوغو شقييو إنه في آخره ومقع أي آخره ورهت سيدو هكو تلقلو وحا صاوليهي وحا إحسوسيي مدحويني هوري إن دا الشيل ما تو مدح داها إيو مدحوينها إيو ما تو وحكدسيي خاتمو إيو ما تا أو حلكي كدقي او سي شرعي او قدقي او سي دورشا او قدقي او علي خليف قلين او دورشا دي مانتا مدحوينة كيهي الامانتي او صنحلهين الامركو حلهي واشقيني وحان نخاطمة كربنا حل كيان لغو شقين سيدا اندى الشيل هال لغو شقين يو ودن النمو هل لغو شقي يا تاريخ هل لغو يا شوح كاهرة انتا كبعدي خاتمو يا تاقري يا شيدة انا قو ايدين مهد لغي مسنا مانتا اما عاوة سلينو اهان شري يا تاريخ دا انتا شير مدحوين يا هوريلي يا سينو اصو عمري اسمالي واسلوك سنة وان سلوك سنهي نكينا تاريخ دالي إنه إنه نقود يرقلين إنه إنه اسكودف تاقن إنه إنه بالالون نقون وي يوسن حمد شابين وحان ليه هاي مدح ويني كسو دوو دالكاقي دالكاكي اي لتوقنا وادالكيني ورهاد اي لتوقنا وادالكيني انتا قوالا دا سول يا سناك يا عين توكته قول وإن توكته أو خاتماء توكته مقالده وحان نكردقنا دادكاك آن خاتماهين حرير وناكسن معارو بلا وناكسن سول دووين باندقا دحيس وحان نساو سمينينا وحان سداحين يوحي لصومرين لغا صمرو يوحي تنتع لغا تشهده وقول لغو قال يانترين وحانو لاناي خاتوا هدف كيدو وحاوهي صومالي ووالالا خاتوا هدف كيدو وحاوهي يضو الدرسة وخاتوا هدف كيدو وحاوهي دين تا يو دولة دا لابدا وين لغو دقمو او لغا تاقرو دين ترى واقعنا لناي مسلمين لناي دولة فدرال كنا والدولة دين إن وحنكسر كوريا مدحويني سو دوو وحنكسر دويني عدد كاجي أو كسرية ما ترى كفر أحسن وحالك يا با إنت عسي إنكم قرانوا يعني إنت قارك تيارين عوا قف ولبا قبر ولبا نو ولي بقى انت انكو عرب وان صاعر كي مدحويني هوري ان ده الشيء البولي مدحويني عدوه فرحسن عدوه كالسوني قبا او عدو دلتي مرلوات كو كالسونو دلتك قاتمو يتاري ياشي كي او صوماليات ايه تشوغو مانا صوتو كو كالسونو انت عندنا تشوكتنا نيوان اكسن ايا فرحبنا نقول تشوكسا قاد نقول ورسا وحانو محض لغيا وحانو محض لغيا قمناها قاتمو اي حقا تشوكه وحالو بحيا قوت كوبات
كويغو ولا حويني وأقول تكويل يقول تلوات يقول تصدحات قبل هيم كسولو ملحوين إن تدوينو وكهل كمان جاني على خايف كلايد وحد يجملكتين السجن ملحوين هين إنتو كسو شقيي خاتمو يدد كده يدد كده إنتو صار فاضي ملحويني هوري السجن حلهين يسقو حلهيا يوم ما توصل حلهين تبتي وتجي هاي السنة أنت كأنك كلا تاريخين أنت كأنك كلا أجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا من الحين ثمانة شهور وران دقيستي وعيقلت لكن دقيه الدلولة أيوم بوانا ده قادن كرا أدوات ما تنتهي and خاتمه حلو برتي 4.5 كحاجة قبلها رجع عبار بنو كنا سنين الدور هبلو دون قلنا بارك بنو قلنا عبار لول عبدي هيبه عادي أدوان دين سلام يا مدنية مروين مدى شدد كي سقيمي وأنا أم هدنا قينا قارها وحن سلام يا مدى حوين هنا قاتم محمد يوسف شامع عادي أدوان السلام يا هدي لهيدا كنديقه مدى حدا نودنا وان سلام يا مركا وحن لنا هاي حتى قاتم لنا هاي وحي هراء أدن وحي هراء أدن أنت نسكدينه ما أنت مال في عمان مرينا سدنا هان ترنينا ما أنت وان كفي عنا هاي نيد يدنا ويدقنت هاي إلهي مهدي سنشونا وحلينا هاي أنت أيين كسي بدن بينا إنه قبصنا أيين وفي عن وقلب جينا يسوف عنانا ما دحدا إنه سدنا عتاجنا كي كدقة إياه كي سو قريبة عاد بينه هذا ما أنت وقف رح سنا هاي ولما ما دحوينا هي نقالقة isagoo dhex ku jiray ayuu aakhirkiina qaatay ilaa intii kii kala ka dagayna ku simaayay marka nin loo dhigi karo male ilaahay baana ka tisaa isiinaya dalkii sunbuuna wuxuu qabtay ma fahantay marka waxa waaye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aragisuna aad baan ugu faraxsanahay aad u qurux badan u karaamo badan u sharaf badan dhigeediyo wajigeediyo waqtigeedo hortay reer qaatimo ila soo dhaweeya ubax cabdi olol السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يال يا مروين مركو غوهر يسوى حنيدن كسلامة يا سلامة إسلامك إنك استوجيت كل يقو عدادين يا ضدقة قابل الله قطلا قلها دنا وأنا سكفر رسانة يا وحي هاتبا مدحوينها أما مدحويني هراء حلك إنه هي سيد حلك سني مدله شرفت له وناقله أحد يجي بلنتي سيدا يا هاي يا ماشي لوجو طلعينا كأكاي حضنا عن هارين هاوشي دين عيسي كوده دولتي وحكة صارنسي أبابو الكذبة دنا وده مدن محمد يوسف جامع حلا إندشال كسر دوا من يوم مركحة فنتي تاريخه وشيء مجورته أو هرته ninka habadka ay ninka ragaana waa meesha ay ku kala baxaan laakiin inta ba hooyaa dhashay xisaabta ku dar en maxamed yusuf wuxuu ahaa geedka bardaha dadkii lagu dhaariyay ee saddexda isine magaca ilaahay meesha ku maray hadana si sharaf leh xilki ugu wareejiyay codkaaga ka dheer iska wada si sharaf leh xilkii ugu wareejiyay meeshii loogu talagalay iyo meeshii lagu simay iyo meeshii lagu agaasimay dawladdu uu madaxda ka yahay hadda mudane Cali Khalif Galeed inta kadib umadda qaatuma meel walba ay joogan maxamed waxay ku hayaan magac aad u weyn oo qiimo badan oo sharaf badan oo hagaagsan taariikhdana way ku qoreysaa oo taariikhdu ma aha mid been abuura ninkii kaliya inaad tahay axdiga ka soo baxay tahayna deeqsi aan dumin ee damal harweyne loo wada duceeyay
محمد كسو دوو منصورة هنتي محمد مركي آن وحيابها قاركوت جليعو وينو هاقرني سيد الله هاقر بحو إمام الله هاقر بحنا مين نتاقيرين رمانتين لكن وانو كفا إذا سنينا وانو كفا إذا سنينا مرة ثانية وصونا قنايا هرطة تاسان إذكو بشارينا يا وانا او كسبضي كالسوني ذا دين او هايستا ما اها دادكي كعي دادكي كفاي او ولي كفنين كاكو مغن و دادكي كفاي او كعي مدن مدح ويني تاريخ ذا مانتا اتقول لي ذا امد الشعب كسو ان غرير قاتمو قاتم استيد اوف صوماليا انك كليا ما هي تاريخ ذا صوماليات او دن واد قشي انا تاي ننجيسيا او ادكست غاجو او ادكست عدو او غوريي ميل ولبا عدعيدا اما قرخه اد عمرتي ديسيده اوركن قاتوب استيد اوف صوماليا سلديغيدي عاوا وانو هينا ان صومالي وخ لا قيبسنو هلكا انا اديغا سو غارسيي منهن dadka abaal dhacaya waan ku haynaa har iyo habeen hawshii aad soo dhistay iyo halkii aad dhigtay anigu se mar baan madaxweynaha isku sharaxo waan xanaaqo raga waa ka eriyay lahaa baash markii labadii kula sinnaa ay dhaqaaqeen baan iri tolow intaan meesha kale la tagin in dhashel goor mu tagaya walaac weyn baan qabay laakiin ilaahay ma hadii waxay noqotay inaad nagu sintay doorashada soo socota ee dhici doonta waxaan si bood gareynayaa adiga insha Allah hadii alla yiraahdo waxaan kugu la garab taagaynaa campaign-kaaga inaan aniga ka mid noqdo daraadaana aan dhulka aanan tagin oo looga aan daraada u tago sida daraadeed aniga oo ku hadlaya hadana magaca ku dakoowaan ragga kuma jiraan ragga waana hagradeen aniga ku hadlaya magaca kuuta koowaad waxaanu ku haynaa kalsooni aad u wanaagsan niyad aad u wanaagsan meesha aad noogu timid ma aha meel kale ma aha wadan kale waa gurigaagii labaad mar hadaad ehelka la joogto kuguna soo dhaweeyeen welcome mar labaad iyo mar saddexaad ba and ragana mid baan oranayaa nima yahay qaatumo waa socotay wayna dhisantay ninkii hadda wadana taariikhdu waa galaya ninkii ka harana de awalba awrka marka la rarto ee caanaha la soo saaro waa raran yahay markuu noqonayo miyiga ku noqonayna sokortii alaabti reerka badeecadiisa lagu siirana laba jeer ba waa raran yahay awalba waa rarneedeen reera idin raranaya reerkiina ha idin rarto awalba waalidin rari lahaa intii reer kale idin rari lahaa reerkiina ha idin rarto midda labaad waxaan idiin sheegayaa caawa maamulada maxay u doonayaan in ay u shaqeeyaan ay shaqaale ka dhigtaan shakhsi ka soo jeeda qaatumo miis weydiiseen jawaabtu waxa weeye ma socon karaan nin socon waayay adiga daraada haddaan ugu la jirin socon waayay waxa adiga kaliya aad u socon weysaa miyey sheegi kartaan waa raga anagu gabdhaha saddex daba qoodi baanu leena waanu xisaabsanay saddex baanu leena saddexdaasna waa soo afjareyna 2015 marka rag iyo haw ama gaadiid cishi noqda ama gumaca qaata oo iska celiya asaagin waa idin garab taaganay waa asaagin nimanka haysta dhulkiina iska celiya yaa lagu sheegan ee adigu dad sheego war xasuuso saaladii farq lagu guri jiray xilligeedii caynaba war xasuuso xilligi sagaarada neefka ariga lagu gudi jiray war taariikhdu waa maguurto taariikhdu
تاريخ دو ما جورتو ورنما يهونين تاريخ له أو ما أنت تاريخ نين كله عن لهين وكده ودور سنة يوم أنا ما قرر إن كارتاس ما يلا يدين كتيمي إن كارتاس وإن كار لقى عودو بليستو هذي قاعدة كست أي كهيسو قبل نمدي أوجا جوريجي هجاك سنة جوجندي قاعدة يهارة بعد دبلورة سهدين هدايا هذا اللوضة أصل كده على الرأسة والرأسة سنجي نهارة aan hadaba mucaarad baan ugu jiray geedka googoynaya marka waan idin salaamaya salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaat ma garanaysaa ajaayiba marka aanu ducaysan oo ducada waa la aqbalayaa inta markaan ka baxo waxaan aad iyo aad u salaamayaa oo soo dhaweynayaa walaalkeen madaxweyne hore ee khaatumo maxamed yuusuf jaamac halaac inasheel waxaan kala soo dhaweynayaa dhamaan marti sharafka ka soo qayb galay shirkan reer khaatumo u badan iyo Soomaali weyn ba dhamaan aan waxaan u maleeynaa hadalka intii la oran lahaa la yiri reer khaatumo hadalku waa mid gun buuna leeyahay guntiisu waxa weeye hadii midnimo dhan siyaasadeed dhan dhaqaale dhan walba hadii la helo carqalad walbaba ilaahayna la tala saarta waa laga gudbayaa waa xaqiiqa in laga gudbayo ummadaha kan adduunka jooga cid walbaba waa halgan soo martay way soo kacaa kuftay waxa obviously kala is fara badan ama arrimo badan baa is hortaagay haddaynu midnimo la nimaano wadada wanaagsan marna waa ka gudbayna wax soo xarqalada marka taa ku xisaabtama intaas ka bacdi waxaynu ku jirnaa xilli adag guud ahaan baadaynu Soomaaliya nahay waxaynagu dhacay waxaynaan garanayn meelay inooga yimina garan mayno maanta waxa ayaan daraa waxaad iyo aad looga naxaa Soomaaliya guud ahaan badaheenniyo lagu gurayo qashinka adduunka kaluunkeenni oo la guranayo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee badaha adduunka ku dhamaaday gumeysigiina qaybiyay ee Baarin leenagu qaybiyay hadda koor oo doonaya labadii gobol oo soo haray iyo goboladii kalaba in boqol meelood loo qaybiyo meeshii ugu dambeysay aanu islaan waa loo fikirayaa culimadii oo boqol siyoodi isu dilaysa waxaa inagu dhacday ayaan darro inagu dhacday qof walba oo Soomaaliyeed ama Islaam ama damiirina waxa loo baahan yahay inuu taa ka gubto inuu taa arko inuu dhibaatadeena ugu habsatay arko in dadka iyo dalkaba loo duceeyo waxaynu isku haynaa haddii aynan hoos ka soo bilaabin oo saxin Soomaaliyeey intiina joogtay inta cajaladan daawataayba maanta waxaa loo baahan yahay si looga gudbo waxaan inagu habsaday aynan garanayn meel inooga yimaadeen in cid walba deegaankeedii iyo tuulooyinkoodii lagu ixtiraamo oo waynu ognahay qolada waqooyina war ma kala goyn kartaan magaalada ceeri gaabo ma kala qaybin kartaan iska daa wax kale ah togdheer iyo sool ma kala goyn kartaan qolada garow joogtoyna war dal iyo dadaynan gacanta ku hayn baanu sheeganaynaa iyaduna sax maaha si aynu isugu nimaano dowladda federaalka war cid weliba deegaankeedii iyo dalkeedii lagu ixtiraamo cid weliba maamul ay rabto raalli ka tahay ha loo daayo waa haddaynu doonayno inaynu isdaba qabanno oo aynu badbaadino dhallaankaas badaha ku dhammaaday kalluunka la iska guranayo xeebahan sunta lagu daadinayo hableheennii Soomaaliyeed ee maalin walba UN ku leeyahay ciidamada Afrikaanka faraxumeeyey war ayaan daraayna haysa waxa aynoo garnaqaya cidaynan afgaranayn cidaynan diin la ahayn Addis Ababa United Nationka war ciidan kale inoo soo diray afgaran mayno war Soomaaliya sidan kuma jiri karno siyaasadna maaha waxa kani meeshii la inooga yimina garan mayno waxaynu isku haynana garan mayno sidaynu kaga bixi lahayna waa sidaas in walba wixiisa lagu ixtiraamo aad baan u salaamayaa madaxweyne Indasheel iyo intay dhageysanaysaba
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أذبن ذي وذا سلام يا أن سلام قارن وحن سلام يا مذحويني هراء خاتم استيل في الصومالية أن إندشير أنت كذب أن كل أدوية التاريخ وقرميسة نقول إبن ميل بك جليا مركا وحن أنو قريا أن إندشير إنه تاريخ ذا الصومالية ميلون أكسك جلي oo aad iyo aad ma aragtay Soomaalidu waxa laga yaabaa inay moodaysay inuu khaatumo uu dagaalamayo ninkan laakiin ma aha khaatumo kaliya inuu dagaalamayo Soomaaliyo la joogi sida geela loola joogu Soomaaliyo la joogi midnimadeeda aan midnimada Soomaaliyo ilaalinay aan ka hada jooga Cali Khaliifna iyadu ilaalinay markaa waxaan doonayaa inaan idin la sheer gareeyo fikr yar oo aan idinku tusayo macnaha inay tahay khaatumo mid ku guuleysatay wixii ay u taagnayd aan sidaynu wada ognahay khaatumo waxay u taagantahay midnimada Soomaaliya markaa aan qaabka military oo kale hadaynu u dhigno oo ciidanku dagaal galo ma yiraahdaan marka dagaalku dhamaado war imisa inaga dhimatay ma yiraahdaan laakiin waxa yiraahdaan goobtii ay u haray waxa la isku dilay horta muxuu ahaa Soomaaliya waa mid iyo maaha marka hadda maxay taagan tahay waa mid bay taagan tahay khaatumo way guuleysatay aan taa hadan ka gudbo aan bini'aadamka waxaa jira dad wax aanay haysan raadinaya iyo dad wixii ay haysteen aan arkayn waa dhibaato adduun kii aan wax haysan waxbu raadinaya kii aan haysanina kii haysteena waxa weeye wixii si ma arko adduunyadii oo dhan baa ingiriiska ugu shireysa dhulkii khaatumo sidii wax looga la soo bixi lahaa iyagoo aniga ku jirin ya iyaga cidiba ka tala gelin mayso kuwa kala qaybsanaya war walba loo wadaan looga darayn ila khaatumo la isku raacay la qoonsado haddii rag naga midii geelal kale raaci jireen hadda intayadii badnayd baa geeli la joogta waana la ogyahay oo si kastoo dagaal u dhaco si kastoo uu u cimri dheeraado dagaalku waxaa xaqiiqa in marka ugu dambeysa la wada hadlayo marka anigu waxaan oran lahaa war dhulkayaga waanu ilaashanaynaa meel ugama socono marka intii dad badan inaga dhiman lahaa intii cid waliba qixi lahayd war aynu hadda wada hadallo oo nin waliba deegaankiisa ha iimaansado dad dhinta uma baahni waxaan u baahnay dadka la nooleeyo la barbaariyo caruurta wax la baro wiilasha laga soo qaadayo gabile iyo arab siiyo ee ku dhimanaya qorilugud iyo buuhoodle anigu waa la yaabana dadka maskaxda ku fakaray inay caruurtooda halkaa ka dagaalato kelmadaha khaldan ee aad loo isticmaalo waxaa ka mid ah mujaahid war mujaahid kelimatullaahi hiya al-ulya kaliya lagu noqdaa soomaali mooyee cid kale nimaan waligii dilin baa la leeyahay waa mujaahid war dadka hawaalina caruurtana hawaalina si aad meesha u sii joogto oo aad adigu ugu cimri dheeraysato inaad dagaal u abuurto maaha soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nin badbaadinaya waxay u baahan tahay mid caruurta ilaalinaya dhulka ilaalinaya badda iyo cirkaba ilaalinaya laakiin uma baahna mid Soomaaliya gudaheeda un dagaal Soomaali un laynaya oo inagu dhex nool oo haddana dawlad aanu leenahay oo adduunyadii aragto oo waxba laga qabanayn marka waa qiyaamo weey waqtigii wuu dhamaaday waqti dulqaadkii wuu dhamaaday hadda waxa weeye in nabadgelyo laga taliyo weeye haddii nabadda la ogolaan waayo kolley nin waliba dhimashada wuu dhadhaminayaa laakiin ninna wuxuu dhimanayaa isagoo oo duleysan ninna wuxuu dhimanayaa isagoo sharaf leh marka reer khaatumo waxay go'aansadeen iyaga oo sharaf leh inay dhintaan dhulkoodana ku dhintaan runtii maalin dhexdaas aan kafta yar ku dareen yaa la yidhi Cali Khaliifo geed hoos fadhiya baa kaga qaylisiyay qolyihii labadii maamul
marka waxa uu dhiyo adduun la saano tagana siday noqonaya ya waxaan kala Soomaali ahaan idin xusuusinaya warnimayo markasta inuu isu nimaadno xitaa culimadeena ku dar masaajidada muhaadarooyinka meel walba inuu isugu nimaadno waxa loo duceeyaa dhulkii ilaahay dhulkii noo hagaaji ilaahay dhulkii noo war dhulku waxba qaba ilaahay waa sameystay wabiyo iyo buuro iyo bada ku qoofalan iyo cimilo wacan jannu ka dhiga war dadka ilaahay noo hagaaji ku ducaysta dadka idinka xumaaday aan hadalnin badiyeena mowdo oran iyo yareena kama wada tagin waraysi badan buu inoo hayaa madaxweynihi marka insha Allah waa soo gabagabeynaya halgan kuna uu soconayaa khaatumana qof waliba ogaaday inay guuleysatay Soomaaliya ninka ugu darajo sareeya meesha ugu sareysa gaara waa ninka iyadoo oo state-kiisa magaciisa badge-kiisa ku qoray ay soo fadhiistay meelaha lagu shirayo waxba kale isma dheera intiina waa nagu dhagantahay marka waxba yaa la isku xijinin aan hadal isaga soo badane insha Allah intaas caaw ku soo koobaya wadna mahadsan tihiin assalaamu calaykum raxmatullah najaad buu maatsayahay gudoomiyaha reer challenges si aad erna waxa weeye xubin aad furfurcoon ka tirsan gudida khaatumo ee Minneapolis malaha siba indhaha la isugu yaraa yaaban maaneya kooxda talax baan waa idin soo socotaa degdegina aad oo tumaan san caawa laakiin khudbadaha caankan iska hormarinayna waxa jooga wakiil ka tirsan jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia isla markaana ah madax ka tirsan xisbiga Republicanka ninkaasi wuxuu wataa magac aad u yaab badan marka Cabdiar la yiraahdaana kaligiis boodaa laakiin Cabdiar oo loo yaqaan Cabdidhoox ila soo dhaweeya Cabdimaalik Maxamed Askar ila soo dhaweeya iyagoo ku hadlay magaca Republicanka waxaan misaadaa magac aan adiga iga soo amaantay kulli magacaana lahaan jir xagga nuga ee hadalka lagama aqoon assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu aniga magacayga cabdi baa la yiraahdaa wuu ku mahadsanyahay cabdi marka waxaan rabaa mar inaan yar return xagga khaatimo u jeedsado marna xagga yar xisbigayga aan soo yar jeedsado marka xisbigu hayay dambeeyo khaatimo waa ehelkayga naftaydi weeye marka runtii waqtiga iyada hayda dagaaladu ay socdeen indhashel magaciisa aad baan u bartay wiilal yaroon saaxiibnahay ama odayaalo saaxiibnahay aad maartay ii baray magaciisa haday jeel websitekan ka fiirin jiray waxaa wanaagsan taariikhduna waad ogtihiin oo fardaha cad bilaash maaha fardaha cad raggii dhaliyey yuu ka soo jeedaa marka khaatimo ninkii muxuu ahaa la dagaalamayo ninkii isku daya wax kasta oo maarta khaatimo ku saabsan inuu ku sameeyo hardaabo isagoonbay ku dambeyn dhibaatadu isagoonbay ku dambeyn dhibaatadu khaatimo talaax imise jeer baa jidka loo fadhiistay waan la socdaa shaalle madaxweynihii hore waan kula socdaa dhasheel aad iyo aad baan muxuu ahaa u taageersanahay khaatimo shirkeed oo dhan waan imaadaa madaxweynaha midii lagu dooranhayay habeenkii aad bay u kulleyn aad iyo aad bay u kulleyn inkastoo madaxweyne la dooray caawa ku dheeda way kulushahay dadweynuhu aad buu kuu soo dhoweynayaa marka waxaan aad u jeclahay inaad farxado oo aad aad ugu farxdo dadkaaga marka khaatimo ree khaatimo anigu kilka shanaad baan ka soo jeedaa waddanka qoraxay la yidhaaho markaa nin sheego waddanka Mareykanka 2030 sanaan joogaa waxaan aad iyo aad had iyo jeer ay dhalashadu ama dhiiggu ii diraa markii khaatimo iyo wax ku saabsan ehelkayga la taabta dhiiggooda waan diraa waayo waay arag baan u ahay soomaalinimadu waa qaali had iyo jeer soomaalidu meenaga unbaa u taaga aan dadkii kale waa in ay khaatimo kuwa dhahaya khaatimo maalinba weerarahaya iyagoon bay dhibka ku dambayn midnimada iyo walaaltinimada iyo xoogga khaatimo iyo dhaqaaluhu waa inuu mid noqdo khaatimo ha noolaato khaatimo ha noolaato ha noolaato ragu wuu jiifaa maxaa ku dhahay horta ragu wuu jiifaa marka walaal saaxiibkay mataankayga aad yaam gabdha hablaha aad iyo aad u ammaanay oo waxba si fiican u hadasho si fiican aan u bogay waxa weeyaan dhulka khaatimo ever since you never ever dream inaad ku riyooto ma aha
dhulka khaatumo ee kasoo jeed talaax taariikhda leh fardaha cad ragii sameeyay ee taariikhda leh geesinimada iyo xornimada Soomaaliya dhaleeyay dhulkiisa aad ku geelisato marna ku tilmaamin marna ku taa ku riyoon khaatumo waxaan ii sheegayaa aniga kaliya ma dadka kilalka shanaad kasoo jeeda ehelka tiino dhow idin taageersan yahay aad baa liidin taageersan yahay waxaana weeyaan taariikhdu حيل السلاسة وهو حكومة ماهي وحو يعانو بقر بانه وان دمان لكن وحادو قاتان ببي تاريخ ذو مد ما تقفك سوو دنتاب تاريخ ذو مد ما تبي لكن قفك ور دنتاب وحانو مالاني ان رشال حق بادن بيدن كله ماشا وحا سوو قارسيان واي ساقا ساقا هالكا سوو قارسيان او دبر اذيقاي مال والبا او دبر اذيقاي وانا محوا ابالك وكله يهي اذو حسوسطان تاريخ ذو نادكو قرطان خاتمو taas markaan inta ku dhaafo waxaan doonayaa halka xisbigina u jeesada saaxiibka Cabdimaalik Maalik Mareykan ana airport ka soo qaaday sendeegan ku soo dhaweeyay waa saaxiibkay waa ehelkay xisbiga Republicanka u taagan yahay marka waxa la yiri maalinkiina oday miyuu ahaa maamadi habeenkiina hawar waa inaad wiilkiina doorataan waa wiilkiina doonataan ninkaas waxa la yiraahdaa magaciisa Don Everson waa nin republican dhageysta waa nin republican ninkaas wuxuu ballan qaaday waana saaxiibkana weeye wuxuu ballan qaaday wax kasto oo baahan tihiin Soomaali haddiin haday xaq diinta tahay haday ay xaq masajidada tahay ninka la tartamay waa nin yahuuda waa ninkii taageeray waxa la yiraahdo homosexual ninkii endorse gareeyay markii uu horeysay weeyaan marka ninkaas waa nin saaxiib kan oo gacantana ku jira wax kasto oo baahan waa ka qabsan karnaa isaga iyo Cabdimaalik ba waa inaan isku gacan ku doorano magaciisa Don Everson balilaha annaguna wax allaale wixii loo baahdo dadweynaha oo baahan ka qabaneyna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi saaxiibkay Cabdi runtii aad muumaasan yahay ninka uu sheegayna waa wasiirka arrimaha dibadda ee gobolka Minnesota ayuu qararaya Dan Severson ayaa la yiraahdaa dawini hore Maxamuud Yuusuf Jaamac gobolka Minnesota anagu middle name ku waa qarina waxa la yiraahdaa Maxamuud Jaamac baan ku leenahay Yuusuf ku waa ka boodeyna hadii aad Europe sida ku taqaanay kula halkan lagama yaqaan waxaan ku leeyahay reer amarku waxa ku maamaan cimrigaaga raaga geel dhalaayo ku tusaa cimrigeena wuxuu na tusay inaan gobolka Minnesota aan kugu soo dhaweeyay welcome to my state anigoo state representative oo qararay baarlamaanka ku soo dhawow gobolka Minnesota ayaan ku leenahay sidaad ogtahay iskuulka markaan dhiganayay PhD ga waxaan lagu baray leadership leadershipkaasi waxa qofka la eegaa saddex waxyaalood waxa la eegaa characterkiisa ayaa la eegaa dabeecadiisa waxa la eegaa visionkiisa aragtidiisa intay leegtahay iyo waxa la eegaa halku beega meesha wax ku cabiri karo saaxiibkay ama madaxweynaha hore Maxamuud Yuusuf Jaamac marka aan ku cabirno leadershipka waxa uu ballan qaaday qofka hoggaanka ah waa inuu fuliyaa laba mar ayuu wuxuu ballan qaaday inuu isagoon joogin talaax uu yiri talaax baan tagayaa labadii marba ma uusan ka joogin ballantii uu woofiyay oo talaax uu tagay that means leadership qofka waxa uu ballan qaado waa inuu ogaado salaamade kale qofku waxa lagu gartaa leadershipka marka xilkii loo idmaday laga gudoomayo sidii loogu talagalay ayuu xilka u wareejiyaa soo ka daba hadlin soo ka daba murmin ayuu marka kalsoonidiisi uu ku celiya xilka taana runtii hadaan ahay reer Minnesota inkastoo halku dhig aan ka baranay oo hadalladaada ku dir jirtaa DAB-keeda leeyahay aan ka baranay taa oo hadal halku dhig oo fiican uu yahay runtii waxaan leenahay waa kugu aamaneynaa xilka sida kalsooni leedahay aad u dhiibtay maanta iyadoo adduunka dhan ay wada daawanayaan si dimuqraadiyad aad ku wareejisay runtii lagama helo meelaha qaarkood dad badan oo ka mid ah maanta xilkaas aad wareejisay runtii aad noogu timid gobolka Minnesota dadkii aad u dhiibtay ayuu u yaalaa reesaxa dheer buu u yaalaa inay hore u sii wadaan halkaa ka sii wadaan si maamulaan
ee leadership kooda iyagoon xilka sida ay marka dambe looga wareegi doono kulli caalamka dhawaa wada arki doona anaguna waa wada daawan doonaa hadii Allah uu loo golaado laakiin intii aad xilka haysay waxaan marqaati aan ka nahay adeeg inaad la timid kalsooni inaad la timid daacadnimo inaad la timid oo dadka oo dhan ay ka marqaati kacayaan waxaan ku leeyahay welcome to Minnesota we proud of you waa kuu kalsoonahay leadershipkeedana waad leedahay and welcome to Minnesota assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh عبد المالك واحد بودي إنه عاود إنه سقف سكاه الله يقول لي هاي الله يدورته الله يدورته عاود إنه أمانتي إنه سلبك دم واي thank you عبد المالك وأمريكا قوري سي and قلنا دي ريبوبليكان كوين الدافع ما نمان ليه يعني نهاري ما غرين بادي ما ديمقراطي ما إندبندنت بادي هو ما مغلا يه لا هذا يعني نهاري مدحوين محمد يوسف إن دشيل هرتها تفرديا سياد قيل وويل دل يرى سوماليات أصل هانك سوتش غير خاتمه لنا شقيه سنة تركلوا يقانا أي مكل بشر وحاو قبتي قفل بابو قرن يا هدي هذا الحقرين إلى سودوي سياد قيل وهذا إن لا دور تيبا بليز إلى سودوي سياد كسو غيب قالوا مناسبة قروح بدن قاياها بدن إنه كسو دوين إنه ولكن محمد يوسف جامع مدحويني هوري خاتم ستيت اوف سوماليا مدن مدحويني سيكل غعله كل يلابله اوغو سو دوو غوبلكا مينيسوتا اني غير شرف وين باي تاهي ان سي شخصيا نقولا كلمه او كواركو انت هدان كا غودبو ولا ليال anigu waxaan u taaganahay inaan wax ka mid noqdo gudoonka waxbarashada dugsiyada Minneapolis sida aad ka warqabtaan dugsiyada Minneapolis waxa ka jira dib aad iyo aad u farabadan caruurta Soomaaliyeedna mustaqbalkoodu wuxuu ku jiraa mugdi waxaana saaran qof kasta oo Soomaaliye waajib inuu intii karaankiisa ah hawshan wixii uu ka qaban karo ka qabto hadii aad u fiirsatid warbixinta sanad dugsiyadkii tagay arurta Soomaalida ee gaarsiisan sayniska cilmiga sayniska maadada sayniska la yado 19 ayaa waxay ka gaareen halkii loogu talagalay halka xisaabta 18 kaliya ay arurteena ka gaareen waa arurta Soomaaliyeed ee guriyahooda laga hadlo afka Soomaaliga waxa akhrinta markay noqoto arurta Soomaalida waxay gaarsiisan yihiin 22.2 arrimahaas waa arrimo murugo leh marka ay timaado dhinaca qalin jabinta markay timaado sanad dugsiyadkii tagay waxa qalin jabisay caruurta Soomaaliyeed 44 arintaas wax aan qaadan karno maaha waa arin murugo badan waxaynu u baahanahay inaynu si karti leh codkeena u muujino caruurteena garab noqono waana lagama maarmaan arintaa inaan istaagno mustaqbalkeenu wuxuu ku xidhan yahay guusha caruurteenu gaadho ay waliba ka soo hooyaan waxbarashada walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaad ii codaysaan November aniguna 4 November 4teeda aniguna waxaan diyaar u ahay si Alla ka cabsi leh inaan caruurteeni cod ugu noqdo kana mid dhaliyo in ilmo kasta oo inaga ah oo Soomaali ah in aan cod u noqdo oo hubiyo inuu helo waxbarasho tayo leh laakiin sidan hadda wax ku sii socdaan hadii aynu ku fiirsano waxa weeye mustaqbalka caruurteenu wuxuu galayaa mugdi waqtiyo fara badan waxa ay la soo xiriiray waalidiin Soomaaliyeed waxyaabaha ugu naxdinta badan waxa weeye marka waalid Soomaaliyeed la soo xiriiray oo yiraahdo siyaad adeer lawyer fiican ma taqaanaa wiil aan dhalay baa laga xiray arintaas waxna qabta ma aha waa in la yiraahdaa aanu dabaaldegna caruurteenu markay jaamacadaha Harvard iyo Stanford iyo Yale ay galaan taasina waxay ku xidhan tahay inaga oo cod u noqona waxaan si shax raxmad leh kalgacal leh idinka codsanayaa sida aad horeba igu taageerteen inaad ii taageerteen aniga Ilaahay waxaan ka barayaa mas'uuliyaddaas culus ee aan anigu gacanta u taagay in Ilaahay ugu garab galo oo sanad dugsiyadka soo socda aan wax ka bedelo waa mahadsantii walaalayaal Thank you very much. Waan xanuunsanaya qof weyn waan ahay
وحان سلام يا أنت ماشي سقطي ميوردن وحان سلام يا مدحوينه هراء محمد يوسف شامة إندشيل وانكو سلام يا فيش شيء بانكو سلام يا كل جعل بانكو سلام يا شرف بانكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bashiro in the shallow, Birwain on Chubba High No, Birwain on Chubba High No, Bashiro in the shallow, Birwain on Chubba High No, Bogor KSCO, Marinti La Baka Ye. بارود دعاي سي جيسيغان بغا هينو انتو بالك كنوغي انتو بالك كنوغي تليح باقا كتشيتشو اي بيله نو يارو بيريقاتها الديدو بيريقاتها الديدو بيرغاتها ديدو باور كيسا وناشو خاتم بد باد شو سلام وينو بلادن بير كانو ككيني او باحد لانو سيدناي بلشدك قدو سوكال جلو سوكال جلو ان وحوي عند الشيل وجيسي وشرف له وحشود بدني وحقال شعله وحاند الله يا هاي داتك خاتمكو أبتر صدا يردو المهانتي سقاط شاقو ننكينو مركو وناكسن يا هاي إما قاعدين سوچيدو مورو الكيسا لديسا مورال كيسة يا الله دسا وحن إذن لا يا هاي وحيد إن كم قن قرن ما ينو وحاتين ماشة كبها الله قربحه تاتكم مركو كبها جشيء ماشة كبها الله قربح الله يدك دكتا كبها ماشة الله قربح الله يدك دكتا منا أيدون أهايني وحيدن كود عاي قرن ما ينو وحن لا كيش تيجي دو سوتشيسو كيسيو تشويدا يونا هاجاك وحان لايا هاي خاتومو وادي سانتا هاي مامولا دا يكميتا هاي وارداتك يرا هدا بد مليهين داتك يرا هدا بد مليهينو بدا محان لغو مرا حورها لغو مرا حوليهين اي نغا هاي سانا معلون باللوغو اي حوليهين هدا ينو حلينو برواغ اينو هايسانا شرف با اينو هايسانا حشود با اينو هايسانا وحا اينو هايسانا تالو اداق اينو لين هوا اللي نقا مارمي وارتاشادا هادا تشان ويدان واللي دين تالينا هادا نوبا اللي دين تاليا آدياد باني دين سلام ايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحما هذه السكلة إله وينه واحد كاه وهل كان نقول كلام سيء أرميها أنا قبسنا أنا نو سهلي وحن كلو سلام هيا دمان تدوينها الصومالية يكسر قيب كل حفلة قروح البطن وحن سلام يسود دوين يو فرحتك سود دوينينا مدحوينه هنا هوري ايقاتمو مستر اندشيل وحان لينا مدحوينه سو دوو او سو دوو مرلبات عمر سدحات سو دوو وحا وهي نينكي مانتا ددكا سومااليد يا دلكا سومااليد مانتا وقتكي لوو جيرو او استاغاي اي واخ او قبتاي اي ديبتا وا ادكايستاي اي دغال وا ادكايستاي
إيجاتشو أكريستي إن أويهي إلهي نين أوقيرسي غير الله كسيو. إن هذا الكوال دميي إن أنا جو وحبي ما هردت كي جوه ريا دميي قاتم هنولات قاتم هجرتو قاتم هجوليستو قاتم هجارت ما شربتو ويجاريسا وحن مدحوينها وشيغي دادك وكرد الشي إرهاق آتومو إن أيهين خيالي خنطة مركة الله هادلا دادك وغو أداك وغو دادنما بادن وغو دمير بادن وغو ونأكسن إنتا كارقني دادك سوماليا إن أيهين رغي ناقبا غارها وهادين قبدها قبدها رهاق آتومو هنورادين هل مريقو سبقيا قبدها رهاق آتومو وقبدة دادال بادن وقبل تدنيما بدن رقعت موادد أدك وسيد الله شيعي وادد هدي أنا هين ملك جار أول جود أود الشيء أكسو كري أدقن لها تدنيما أدا أداي المحو هاي توحتر بمي سديد أنت بقها وحوي يقاتمو وحنقول لها ذلك حنقول لها مليال بدلي كراسو مالي حنقول لما لا بدل كرا قاتم لما بدل كرو لما مري كرو دخل لغا ما تشري كرو كرك لوغ ما تمن كرو لما دباتين كرو وحنقول لها دلك صوماليا وي قاتمو قاتم هنولاتو وي استاكتي وي دقاقتي مدحوين يا شك شقينا هي قبدها كشقينا يا رجا كشقينا يا كود بر أديجا هي دمان تقول الله سيو سومالي إلهي وحنو قبر ينا إن أي نقدان دلكم ما بربرين ما أحد دلك وح بربري سيد ويل إجهري يا شقي وح بربري وادتك دتك بربري دتك إنك أسكري أها أما إنك سومالي أها أديد تري إن أو هذا الكيس أما ذل كيس أما قرن كيس نكرا دعاء دعائه يا مانتا وهاي أقوليهن إلا رارتو سيدي ربنا لا استعماله لا ترشرو لا جوجيو لا كلاجتو لا جميستو تبلغو لا رارتو أي أقوليهن دات كابور براي مركا ما كرتين دات كابور براي الله توسيو إيمان كنا الله كسوغو قاتم هنولاتو قاتم هجرتو قاتم هو مقدلك قاتم هو قاني قدلك وحاكب وحمعدان إيا الذهب إيا الدولار إيا وحوال بوحد قاتم حدون تدلك وي حدون تدلك رنين مجمين كرو مقادي كرو مدباتين كرو مقرافين كرو هاتشرين وهاتشوغين دادك الصوماليات ميري تشوغان با قبل هالنقدين مدحوين هالنقدين رئيس وسارة هالنقدو دقم هالنقدو warhalla kala garto ninka gobolkiisa raba inuu dhisto oo wax ka dhigo oo dadkiisa hagaajiyo hala kala garto in la duco duceeyo waa qalad in la dhibaateeyo la garaafeeyo waa qalad gobol aan isku tiirsanayn oo dadkiisu wada jirinin oo dadkiisu wax ahayn gobol kale wax lama qabsan karo waxana ma noqon karo waxa weeye gobol kasta oo dhismaha iyo faraha laga la baxo dibaateynta laga la baxo waa in gobolku qaatumo dhismaheedii bay u taagantahay goboladeeday u taagantahay arimaheeday u taagantahay duceynta laga daayo raad gurka laga daayo ree qaatumo waxaan leeyahay tii aan oran jiray dhirtu waa saddex geed waa galo la isdhaafay mid hadii lagu maado tan kala galab roomba gudun loo rabiya reeqaatuma taasaan leeyahay taasaan leeyahay soomaali oo dhan waa leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato indasheel oo qeyr allah ku seeyo ha noolaado maxamed jaamac yuusuf indasheel wiixaynu idmanay ka soo baxay reganimada sibir tusay xini yuusuf miska no soo saaray wuu kaga soo baxay oo ino tusay waan salaamaya waan soo dhaweynaya هذا وين أنت كبعدي وعارف إن يروح قبائل أنا كنت أروح قبائل قاس وحنا تري وقت يهمني كي خاطب الله دورتي دورشادي دمبي ما هدورشادي خارة إلوسيد أحمد حوينا سمي سنعي وادورشادي دمبي and ما دابا الله يمك على دبي
هلا ما قاعد يبالي أما كعدة ما كور كورسات هي هذه كتر هي تذا قبيقة تدعي مرتدى إريا تبغى ذا إندو ويد بواتا ننترين ما سذان تركاكو هاي أنتو سميو عوك لو تر اللي يهاي أنتو سميو عوك لو تر اللي يهاي وبكي يانو تيرسدي ورمها انو كالا تورو وان تريق يدا وشيدو لنبدا وتاقو انتو سمي يومان تنا تناي تالا تالا ديدو انتو سمي يومان تنا حالكي تالا تالا ديدو أنتوسمي يوم أنتنا هالكي تلا تلا ذيدو تفرارو غيلة بحيو تلا واركية مرهادي شركي لغو تلا مي مملاغو تاقي أقون يهان تباديا هدي تلا ذلو ديبي برلمان كعودت كي توقتين علي لا تاقيري تبغى دخلت موه الكيم أنت ترى زاي تعبك دراوش مركلة توسون غوي تميه قمي سجار رجي تعديق غوي إنجريز تبتدو نيو ديدي تلاديس تعبك دراوش مركلة تمسون غوي تنكو شاش لأركوبا مدو تحاتو حيستاي إساقو برو تاميو تقوي لسي مركاو تلاب سادو درتوبا نغوتو تل تليار توبا ناندروابا كوعيا كوماناتي غالو تالوف لو ورابيو مركو ديداركو سوتوسو يترادو بوغول قادابو ترابو لاياي تباو إلهي برو كلا تعالي خطو ما تبتيو كلو حيسا تورنكي تاقي ربوح ديو دعان صوت الوينينا تاقي ربوح ديو دعان صوت الوينينا الله هايو نتاكولي هذا توسين كارمانزا الله هايو لا تابي لا ذاتو سنكارا مانتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين والأنبياء قدوميها عصوب إيجالية دخاتم إيا قد ديسة وحقراتك وضياشة أقول يهل ندى هدي بتكذلي يهي رير خاتمية رير سومالوين كسوقة بقى الحفلة دتن إيه قاسك كوباد إيه خاتمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفتما يا وحوغاي هتي بيت كدري هي ان اورتا وحانو امانو دي تريسين دي وحاي هي تري من سوتو هدي بيت لي انتي ان دورشدي يا ترتنكا كو جيرين ادي سو ديرتال ادا دو ادا دو ديغي نيو هيلي سير هدي بيت كدري هي ان اي مغا باش يي نن سلا كاي سين حواش يي ماد ادي ادو دو ما سنتين هورت ان amaanta waxa ku jirtay in shaqadii hore aan dawladda Soomaaliyeed u hayn jiray askariga ahayd iyo geesinimo iyo waxyaabo noocaas waxaan buu maleeynayaa wax badan imka dadku wax xusanayaan waa qararkii bilihi dambe u dambeeyay al muxuu aha waxaan xusuustaa mid yar oo dibadda leeyahay mid yar oo walaalahay oo India wax ka barto halka shaacad kaga jira bari dhawayd la soo hadlay oo markaasan
يعني وربيلك وقوس الدنيا مكسر وربيلك عند عيها تبي تكذري وقاعد يقول فنيسن كانوا وين لورد كيره أو هو إيش يا جاي ميد معوها أدي الله كويس وأقول لي هاي إيه ولكن يسعودي كش وريو هاي مرك وركو سحر وشيء كشريو مرك سام مرك وصاق على دتك حدار راديا مالتي تنبول الله صاح الله يسقو سعودي كشوا كاسه كنا وحشوا كصومالي كيس سومالي كشوا الله الله يو مقصود وروال البهدي بكده لي وحقا جا سودري كشري هل كسر صودي جاي مقصود وراء ده نقول عليه وحبنا صودي جيني أو مخاد إذا عليه يمخاده بدي يستن كروينه أما ماشي إسكنت قام هدي الله كوسه وقول يا ورحميد النجدة وشرح دونا هدي بتقول لي بالأرض كان لكن وحياة هايتي وحر ربعين أنا سووا نكسر وقام هذا نخو سو لو أنت قايا هي قدر أنت مدن شالية دهير من الصوت هدي بتقول لي هي محوها عادي في دسة وحين نكور هينا هذي عدي أمان مضنت هاي رسمي هل كان كي تجانا السؤال يسناقي عين مركي وبلا وضي حلقي إس إس سي وهو يدي خاتمة قال أنت ماشى التاسين كسعوتي ثاني نكسعوت ما أنت هذي بكذا إنا تهيشالي ده هي من الصوت إنا تهير هي الخاتمة وحي شرفي أماني بقادين بأيدين كايسكالي وحسوان كقبايو قدال بارو لغانا يا هدي بكذا لي سيدي وحلو سيدي اللوغة كورلين لها حتى أنو قدبو محايا هايتي بالله الرحيموت بان ربائنا وحي يركتا تابت وحرابا مركا هورينا ديبو يرشل لعا هدي بكذا لي سدح لسرنوضا دينا صور لافي خاتمة يشرتي iyo wax qabadkeed oo si koobana waad ogeydeen maamul baynu isugu tagnay oo aynu dhisnay asbaabihii loo dhisnay waad ogeydeen hadii bidkeed leeyahay dhowr qodob baa ugu weeyo ugu waweena waxa kamid ah midnimada Soomaaliyeed ilaalinteeda iyo qarinimadeeda waxa kamid ah midnimada من نمذة شالية ده من نمذة إن الشعب كأما بيلها هدي بكده اللي هي خاتمة كوا لا لوبه يكبه هو بي وحكم إذا كوا يلا بي يسد حبا محايا هاتي أفر بمدنان تكوا بعد هاي هدي بكده اللي دي بحنا شدة دجانك هدي ثلاثي سن نقطة هي هدي دجانك لفتي سن نقطة بدجانا لا خاتمة وهذا قيدي له محوها لقوما أساسين خاتمة حكون شعيل waxaad ka garanaysaa qaabka loo dhisay waxaad ka garanaysaa hadii bidkeed leeyahay sida ay u shaqeysay nin intu meel ka yimi allah maxay ahayd hadii la ku sameeyo qoyl khair allah siiyo odayaashi markii hore buudigaha oo ahad in asaasi dhaqaatumo mid kamidhiina ma soo gelinno hadii la ku sameeyo qoyl yahay dhismaheedii hore ee qaatumo waxa loo dhisay ama qaabka aad aragtid wada tashiga ahaayey muxuu ahaa المحوها لون يسي قلوه ذا مرحتو يده أما قلوا يا شكلها هدي بكذا الإمام الكبو وكسم يسي هاي شقاك عصبة غير خاتمه يا صوماليا يا أفريقيا بقى التجابة هاي إن هدي بكذا ليه هاي بل ليسقو جيو من مثلا اللي وحيه تشيو وحياة هاي تهدي الله كوسه ما يقول يا حوجي حول وحي الله هاي أنا هدي بكذا ليه يسكمي لقى نقدر لقى لما يشتروا maxay ahaytay waa la gaaray guulo wax badan oo inteedii badnayna way dhiman tahay dhinaca horumarinta deegaanka waad ogtihiin inuu hadii bidkeed leeyahay maamul goboleedyada badiba maxay ahaytay samaysmayada oo aan dhul lagu haysan talaal lagu haysan bay samaysmaan oo intaba u madax bannaan yihiin oo ay la dhaqaale leeyihiin ay wax ka soo saartaan qaatumo waxay dhalatay iyadoo dhulkiina lagu haysto taladiina lagu haysto aan il dhaqaale oo aan lahayn hadii bidkeed leeyahay jaaliyadeeda maxay ahayd qurbo joogta aan lahayn inay kaga suurta geliso inay hadii bidkeed leeyahay dagaalna ku xorayso dawladna ku dhisto way jiraano maxay ahayd inta iyo ka yarba
هل جمد هذا تاريخ الدب الرعد اللير الله صومر يا هدي بكيد ليه أما تاريخ الإسلام كها هات أما تعلم كبها هات تضوح وح كير هايستا وهدي بكيد ليه هيك جمد دليه أشيت كي هدف كي الهاي وحيم كوكو صور ورتي سد حلاس أنا مر كان وح للك اللجسمي أه ما ملك هدي بكيد ليه ويسكت إن إنا نعالج إلى محايا هاي تي في قفل إلى بوه الله إنت أول حسين إنه ما ملول لسنه لحد يدقمة عصباية ضمبة يي أفرت يدقمة هرم مرك الله جرب يدقمة ذا لاس عانود إنت هذا كلامه وقارني ما ملنا وقسم إنا وح وح تابق على إيه وح تابق لينه لباش الدولة ماذا تذكر غير خاتم ولي وما ينبرن برجه هرم الدولة كلا كله البيع هاي مذا يجي يقول إيه اسمه هذا وما ينبرنين وقت بيو باهنتي يكو العلس بيو باهنتي إن هدي بكيد لي هاي إن هو هسيء يوتها بقلان والدولة ده هو سيء ودسمان ولذا كان عادي جه كونفشنال كعالم ككشرة إن هدي بكيد لي هو كشقيه بوليس شرو إن تدخل براي وباهنتي وقضى من قصة ونقول إيه عند براي سيء وإنت بدل براي الهاي السيدة وحوق شيء الهاينا ومحايا هاي تي إن سيدي وأبي شيء iyadoo dadkiina jaaliyada halka joogaad ka qayb qaadataan hadii bidkeed leeyahay hawsha khaatimo ee gudaha taala waan ku soo noqon doonaa si en waxyaabaha hadii bidkeed leeyahay en hayaatee khaatimo kornisee keentay hadii la ku sameeyo gol yahay deegaanka en la haystay xoreyntiisa qayb kamid la dawo xoroodi qayban markii hore la haysan oo la soo galay hadda waa jirtaa hadii la ku sameeyo gol yahay muxuu hawaas loo socdaayo dagaalku ma aha dagaalku xurriyadeed ee nooc kale hadii bidkeed leeyahay wajiyo badan isagoo labo maxay ahayd hadii bidkeed leeyahay waqti badan qaata marka aad eegto muddada yar iyo caqabadaha hortaagnaa runtii hadii bidkeed leeyahay goolaha la gaareen isku mid maaha waxa kale oo kamida goolaha aan xusayaa reer khaatumo shalay hadii bidkeed leeyahay abtirsiyo ma yan lahayn maxay ahaytay arrinkooduba wuxuu ahaa foofo soo hoyo abtirsi waxaan leeyahay maxaad qabatay kiina yiraahdo barigii dawladda kacaanka maxay ahaytay shangaani maalin muxuu ahaa allahu naxariista maxamed siyaad iyo hadibkeed leeyahay iyo iyo qolka oo la socdo oo dawladda ka tirsanaa baa yimid oo orientation ay lahayd marka shagaalada dadka cad cad baa u badnaa ku noolaayo magaasa hadii bidkeed leeyahay kacaanku muxuu qabtay baa la isweydiinay adiga hebel istaag shalay maxaa ahayd tuug ma ahayno maanta maxaa tahay hadii bidkeed leeyahay sifooyin wanaagsan adiga heblaya istaag waro shalay markaad laydin weydiiyo dadka kale idin weydiiyaanoo yidhaahdaan maxaad ahayd ee tirada deegaankaas aanay waxaa lagu oolan jiray magaca afka ku dhufan maaye maka hargeysaa tahay mise ka garoowey waxa ugu wanaagsan ee bini aadam yeesha oo ilmaha kan oo ilmaha kan hadii la ku sameeyo ogol yahay hadii uusan lahayn identity lahayn hadii uusan lahayn wax uu ku abtirsado oo uu ku faano hadii la ku sameeyo ogol yahay hadii bidkeed leeyahay noloshiisa waxba ka maqlaanaya naaqis buu ahaanaya cuqdad laa uu ahaanaya abtirsiyad ma yeelateen maanta haddii xitaa ka mabda'eeda diidan hadii bidkeed leeyahay waa reer khaatimo farta waa lagu fiiqayaa waa la oolanaya een way intan iyo ka badan baa la qaban kari lahaa runtii intii aanu joognay saddexdii sano ee la soo dhaafay xaqiiqada markaad loo eegto laakiin cidda wax qabanaysa haddii aan la ku sameeyo ogol yahay masala lixdii bilooda hore ee maxay ahaytay dawladda khaatumo ay dhisnayd iyo labada sano iyo barhka ka dambeeyey dadaalka la geliyey khaatumo ama dibad joogo ama guda joogo haddii bidkeed leeyahay saddex afar jibaarna waxaa badnaa afartii bilood lixdii bilood hore hadday dhaqaale tahay iyo hadday tahay wax kaleba xoreynta deegaanka iyo halgamada noocan oo kale iyana ma aha mid hadii bidkeed leeyahay dhacda mar dhacda ee waa mid joogto ah oo joogto in loo wado u baahan marka waxaynu isku dari weynay waxaynu isku dari weynay inta waa ka badin lahayn maxay ahaytay inaynu joogtayno effortka iyo dadaalka aynu gelinayno dhinac kastaba ah ee khaatumo wixii jaaliyad yahay wixii horay u baaqday annaga aad nagala baaqateen iyo inta sugaysaba
intii hore aad la baqateen ana limka maamulka cusub yahay dibidkii halka kan cusub iyo talaabada cusub ay lo qaadnay in la galiyo inuu diyaar u nahay oo ay rabnaa dibidkii leeyahay hadii aan laydmo waxaan in rabaa inaan ilaahdo xukuumadda tan cusub ee la doortay dibidkii leeyahay anagu way isu dhiib qoriyo isu dhiib nolosha sida de cycle ka ay koritaanka iyo المهم مرقود لشة ترقد سعرية هاي حنانة أوبة هاي هاي مجلس أوبة هاي هاي إنه هدي بثيله النفق الله سيء أوبة هاي هاي آخر كان الدواء رجع ووين قبلها ووين التلينا يا أي النقطة وحيقول لك شرط خاتمة هدي بثيله مرحلة دي محوها أي در محوها ترقد كسر العذاب مكان دقائق بالوضعي إن لدد هيو وقربها اللي سكتها جو وقامها لقبته oo dadah dibadda bar la yiraahdo waa idinka cid oo oranaysa ay baa loo baahan yahay halkan ay joogto anigu ma keenin halkan ay joogto waxa amaanteeda leh oo keenay waa intan caawo ifka ba ku nooleen iska daday Minnesota-dana inay la joogine ee u dhintay ee dhigooda u horay ee maxay ahaytay inay soo gaarsiiyaan marxaladda niminka ay joogto وحريه waxay ku baxdaa waa dhig meesha dhurti biyaha kaga baxdo kuwa u horay dhigoodi ana lahay u barano in lahay dambigood iyo ki waalidintood ba dhaaf waxa soo gaarsiiyay kuwi hoggaanka ila wadaagay ee u dhabaraadayay dhibta deela ku samay gol yahay iyo rafaadka iyo qaxarka oo aan garanayo qaar wasiir ah waxaan u wada hadlaynay suuqa intay ku dhaceen gaajo la diiday anagoo meel wada taagtaagan waan garanayaa haadir baan leega sheekeyn maayo kuwa ila maalinkii la aasaasay ila maanta iyagoon gulno ku lahayn oo waxba ku lahayn maxay ahaytay hadii la ku sama ogol yahay ila yoomana hada taagan oo aydana la joogayo hadaan ordaynaa hadaan hadib feele gaaragidii tagaynaa hadaan muxuu ahaa si wanaagsan u ridayna dagaalkaba hadib feele iyagu wali ku joogaa u taagan yaa mahadeeda leh waxa soo gaarsiiyay halka kan waa idinka feer khaatuma intina ku xisaabtantay ee aragtay war dadba naftiisay horayaan idinku maxaad u hori kartaan khaatumo hadii la ku sameeyo gol yahay waxaan ka warayaa inay in kooban tahay oo intersan waxaan si leeyahay jaaliyada reer khaatumo Minnesota joogta kaliya yaaba dhaqaale ahaan lagu filan lahayd maxay ahayd hadii la ku sameeyo gol yahay baahida khaatumo dabooli kari lahayd waxaan soo ogaaday xilku inuu iskoon si dadka u wada dhibin waa ka wada hadlaynaa iyada ina lu xisbahamsiina loo baahan yahay en keenay wareejinay waxaan xasuustaa hadii la ku sameeyo gol yahay markii aan maxay ahaytay en barnaamijka campaignka tartanka aanu ku jiray baan niman badan iyo dad badan iyo la soo hadleen waxa la yiri hadii bidka leeyahay warbarigi ina أنا عبد الله حسن بهدي بثلي أنتو فريق استاوي ودمرك وضدك هي واضح أن تيبو يلي هدي بثلي يا إلى اللي قدمي بتقال هذا كل هذا يحوق وين بايلي ورانا كل اللي قدمي برنا كوا صباحه وحلا أخي سقو حاجة كي عرك أو شيء تبغى سالي ورا الدين تيسولك ورا الدين تيسولك دد بضل وهدي بثلي أنت إلى صه الله إلى ورا خاتم هذا يسولك هاي هدي بثلي محوها يا شيري خاتمو إن إسبدل هجان إسبدل ويما ده هدي بكلي وانا مسنا أنا جاي أخرج مك كتر سن مك اسمها عصبة فرير هدي بكلي ترى بير قوي هرا هدي بكلي وابير هني أنت كذا شفته وحن لو بلان قاضي هدي هجان كخاتمو إذا نو أرجن إن النور دانتو أي تمادو إن أنا نبسلو hadaba dhismaha kala jaada muxuu ahaa in ay khaatumo weyn ugu wada duceyn kari lahayn maxay ahaytay madaxweynaha professor Cali Khalif weyn ugu wada duceyn kari lahayn dhamaanteen waxaanu istusnay intayadii
qodobka labaad waxa weeye ka go'an
إن محايا هايتي دقان كخاتمة بيلا هدقة دحلو أي مدنما كرادس قضب قصد حالة وحاوية إن لغو فيديو إلى إنت أي كتاليسو دقان الخاتمة إيا إنت كالي مركا الحرية إن ما مرشقين إياه لقيو waxaa la qorsheeyay xafiisyo la fadhiisanaya ma jirtay xildhibaanada deegaanka particular ka ka yimi maxay ahaayteen hadii la ku sameeyo gol yahay een wasiirada deegaanka ka soo jeeda qol iyo ismada inta la israaciyo inay deegaan kasta tagaan halka ay joogan iyagu dawladdu ku midalan halka ay golaha deegaanka dhisan cashuur qaadista la bilaabo hadii bidka leeyahay boolis yar la sameeyo caalamku la u arko hadii la ku sameeyo gol yahay een muxuu ahaa إن ده سيستم شغالين يو أوتشيره أوتشيرو أقصي قايلو دول ده فدرال كي إنترناشيونال كوني ثقة بكر هذين إن هذي بكلي ده إن نقول نقول حنا يكمل حنا محاية توحلا إلى لش علانا يو وعسى شرتة وعلينا واحد أن أرد كده بقول ير نقطة محاية هاي تي واحد خير كان موديس واحد شر كان موديس وخير كان نقطة شرة gudoomiyaha baarlamaanka oo maalin la weydiiyo leen wararta walaa isagoo shir telefoon ku jiray leen war maxaa socodkiin ba batay iyo siigadiin isay wax u jiraa maxaa la carareysaana wuxuu ilaahay dibidkeeda leeyahay waxaan u deela carareeyay naftayada iyo waxaad noo dhiibteen waxa jirta inaad aragteen maahan dhowrki bilood oo u dambeeyay way isbedeshay aragtidii ay ka qabtay international community iyo dawladda federaal kuba ay ka qabeen dibidkeeda khaatimo aragtidii ay ka qabeen Soomaaliland baaqiyadan ah in maamulada hareeraha ay naga xiga ay faraha kala baxaan deegaanka khaatimo baaqiyada tan ah hadii la ku sameeyo gol yahay in la dhiri geliyo in sool iyo sanaag iyo cayni ay ka mid noqoto hadii bidkeeda leeyahay xoogiisa badani wuxuu ka socdaa imika hadii bidkeeda caalamka international community iyo dawladda federaalka laakiin inaga inagu xulanta inay taasi dhabowdo iyo inay dhabowin inaga inagu xulanta sida inuu yaalo waxaan xasuustaa madaxweynaha kilka shanaad baan yaanu jigjiga isku aragnay markaan wada hadlayno mithaal buu yiri anagoo farfadhinu intuu gacanta ii soo taagay buu gacantii markaan qabtay buu yiri haddaa deer si kastaa aan u xoog weynay haddaan rabo inaan ku kuciyo adigu aadan rabin inaad kacdo hadii bidkee leeyahay dekicimays ku kicin kari maayo aniguna waxa weye reer khaatumay u taalla in hadii bidkeeda leeyahay maxay ahaytay ay kacaaniyo in kale waa luus aragnay dawladda federaalka waanu saragnay international community-ga hadii bidkeeda leeyahay imika de fadhigiisu u batay xamar wax badan oo dawa gool tani wada indha badan hadii bidkeeda waxaanu ku wada hadalay ama isla gaarnay de waxba hadii bidkeeda leeyahay ka oran maayo waxaan sayidiin sheegaya oo idin ku bishaareynaya hadda dadii hor rabtaan in dawlad rasmi ah noqotaan oo dawladda Soomaaliyeed ka tirsan gacantiina ku jirta in Ibrahim Ciqaal baa Allah uu naxariistay muxuu ahaa intuu ka yimid dibadda ka yimid airport-ka markuu ka soo bargii airport-ka qolada garxajiska ay qabsatay yuu hadlayo magaasi uu reer Soomaaliland oo aqoonsigii jeebkaasi ku jirta jeebkan ku wada laakiin dad waxa ku xulantay 4 wiil yar yar maxay ahayd garxajiska garoonka haystay inaad ka kicisaan maalintii bay ku dareereen kuwa ku dareereen ka mid baynu haynaa warnimayo adibidkeeda leeyahay waxaan maqli jiray balay lu ku dareero inaguna iminka waxaan rabaa inaan idin sheego idin la qaybsado maamulka Hargeysa qorshihii uu ka lahaa khaatimo in wax iska bedeleen hadoo fiirsada waxba iska bedelay hadii la ku sameeyo gol yahay waxay ahayd xoog ku muqooni markii hore
deegaanka oo dhan xoog ku qabso wuu isbedelay waad ogeydeen oo hawd bay ku horeeyeen dee lascaanood marka laga reebo oo iyada muddo 7 sano ah baa la haystay intii maamulku uu ka samaysmay waxay bilaabeen inay hawd galaan way bedeleen barnaamijkoodii deegaankeenna ku wajahnaa waxay ogaadeen aqoonsigan ay caalamka ka raadinayaan inayan helaynin haddii aan noqonin economically a viable state haddii aan dhaqaale yeelan oo caalamka waxay yidhaahdaan war waanu iskaga filanahay maxay ahaytay annaguna way isku filanahay dadka intiisa wax kale oo badan hadii bikay leeyahay waa ku filanahay waxay yidhaahdeen inuu culayskeena isugu geeyo hadii bikay leeyahay lugaal godan hawd iyo oonkiisa iyo rafaadkiisa iyo qodaxdiisa iyo kuwan cali baysteenka ee joogaba aynu iskaga tagno lugaal baynu degaynaa lugaalna waxay ku xusheen waa qaniimadda ku jira waad ka warhaysaan oo iminka dibika leeyahay ilaa 420 gaadi iyo 40 kale oo soo socota 460 kaa gaadi iyo cii oo ciidan loogu talagalay gaara oo maxay ahaytay ay ugu magac bixiyeen ilaalinta shirkadaha maxay ahaytay shidaalka qodaya 460 gaari oo tignika oo maxay ahaytay midkiiba 10 wiil saarantay waa ciidan badan waa gaadiid cusub waa qoryo cusub maalgelintiisa waxaa sameynaya hadii bikad leeyahay maxay ahaytay shirkadaha kan waa barnaamij adag weeye 450 gaari ee soo socda 460 gaari waxaa ku filan 260 wiilo iyagoo aan gawaari fuushanayn oo lugaynaya hadday tangiya keenaan iyo hadday gawaari keenaan iyo hadday hadibkeeda leeyahay muxuu ahaa waxay doonaanba keenaanba annagu farsamooyinkii horeba bedelay weligoodba gawaari ha keenay iyaga qolada maxay ahaytay shirkadaha shidaalka ee qodanaya qoraal la waa u diray intii anigu aan joogay tiraba DNO-da qoladan la yiraahdo iyo channel labadaba hadii bidkeed qoraal la fara badan baan u diray waa u dignay waa u sheegnay waxa hadii bidkeed leeyahay muxuu ahaa ka socda hadday yimaadaan deegaanka ka nabadgelyadoodu inay kuwaasin ilaalinayni cid kalean ilaalinayn wixii ka yimaada dhibna inay iyagu isu geysteen iyadoo rekoordka ku jirtay taallaa waanu u diray haddana wa u sheegayna wa u degana waxaanu leelay haddii alla kuu sameeyo ogol yahay haddaad isku timaadaan oo ay idin soo hagaan oo laydinku dilaalo annagaa dalkan iyo dadkan leh waray beenba idiin sheegayaani ka jooga waxaa iman doonta tii jaynuhu kaga caagay maxay ahaytay dibikeeda leeyahay ethoobiya kaga caagay baa iman doonta haddaa anagu argagixiso ma nihin laakiin dalka iyaga ciddii wax ka qodanaysa waa soo dhoweynaynaa investmentka waa soo dhoweynaynaa maalgashiga laakiin annagaa dowlad goboleed leh wixii intaa ka baxsanna waxaanu leenahay dowlad federaal oo soomaaliyeed wixii heshiisa ee deegaanka laga gelayo dowlad goboleedka khaatumo iyo dowladda federaalka soomaaliyeed baa la gelisa wixii ay haddii bikeed leeyahay ajnabiyaha kale cid kale oo lala gelayaa ma jirto waxaa jira kambayn fara badan oo lagu hayo khaatumo oo maxay ahaytay intiisa badani ka socota haddii bidkeeda leeyahay waqooyi galbeed maamulkooda waxaa dhawaan ka warhaysaan intiina badan haddii bidkeeda leeyahay inay bilaabeen barnaamij ah waynu ogeyno argagixisada ka jirta maxay ahaytay soomaaliya ka jirta meesha ay ku dhalatay ka soo baxday laga hagayay taladeeda inay ahayd maxay ahaytay waqooyi galbeed
وحي مرك أركان هجيب كده ليه هي خاطمة إني محيا حياتي عالم ك international community إيو يهدي الله كوسه ما أقول يه إن إيش جاي يدولة فدرال كي يبقى أي محيا حياتي إندي هي هراء يقوي جين إندك دوونا يقوي جيان وحب لعبين إن أي عياران بالهس أقادان هجيب كده ليه هست أقل حسد وحيلا هذين بلابين إمكا إني قولها الكاكالو إيك قالوا يدو لفتي يدو هدي بكذا ليه هاي خاري شابتو نمال هاي محوها قارب ذنبا تشيرة وأفضل ركور ويان وحال هوسبا وقول لغاية قارب ذنبا تشيرة هدي ألا كوسم وقول لي هاي وشاقتها جاي ماشي وشقوين كود إني كا أي كا محايا هايته هدي بكذا ليه هاي أي أوسي السعودان يمال قلنت الله سيا هدي ألا كوسة ما أقولي هاي وهو ب إكسباتري يتك حق عتقة أما قال كأيما كشق الله قدر يا حق عتقة قال كأن كده يا أشني بقاني لهذا المحوها لبس النضوض بهدي بكذا ليه وحي الله بعتس النضوض قرقة مورد جيش كقصة مين لها وقصة مية وحصوب حي هاي أدو إن وحكني أي السعودان استاتس كوج سيدا ويسومالي أنا سيدا كهيار هدي بكذا ليه هي أي الحسيلين أو دجن أو بنت يبرو بعانا ده دوك رئيسي إن أنت بنت يبرو بعانا أو صوروري هدي بكذا ليه هي أوكرا وحكمة ده إنترناشنال مونيتورينج جروب يجا أو كور هاي خاطب يدجان كذي وحيهم هدي بكذا وحي بلابنين هذا الشباب بقعسار للي خاطب بالقلة كل عضي حكانوا أني أش وحي له هذه الهدية بتكلم مدحوين هذه هراء إن شاء الله نكلي هذا وحمة عايز أسوي ولا سلوش شيء جاي جنب أركي أيا كعسار الله هدية بتكلم هي قلة الله مركي لقى وسطي حليلة فربدل iskuday badan xididii xigaalaba leh hadii bidkeed leeyahay cadarka hinuun baan lay soo marin laakiin cid kasto oo kale oo xagga halgaysa joogta way isku dayday in hadii bidkeed leeyahay xidid iyo wada hadal loo sameeyo markay suuroobo weeyday aynu aragnay maxay ahaayay transition kan dawliga ah sida wanaagsan u dhacay iyo xidid kan muxuu ahaa حياة هذه إما كان international community كانوا لا يعلمون بيوحى بلابن اسمير كامبين خاطم أكون لاله إنه كان حياة هذه الشباب كحليل لاله ما لا أنا أيامها المساجد هو بطبيعة أركان وأوش الحد ولا يو هدي ويدي أنا هدي بكل يدا دي البهانتو وروين مسجير والرجاء مك عبادة ضوبة يعني مك لا عيد ديلك يصير بعد ما نسوق عليه وانو شرح دونه هدي بكذا لي هدي مساجد هذا بدش لكن عدة ورقة سياسية سيدا وحقو شيء قصدي هدي بكذا لي وأكو دوني هنا قريان يجو حي هنا رسمي قال تروك على رسكود أو عن لفظة كطفية عدك على كطفية بلا مرك إلهي ده كاس أنا أقول لما يا بني أو ماذا حسير دون كسومال لأن إنه سوق رأوي لهذا كامن بقى كفرا الشباب يكتها وبرتوم حوها إن deganka khaatumo oo xiriir iyo gacsaar boolalay lama bayaabiyo de barnaamijkiisu isagu wadanayay kan og ka iibsanaya markii ay su'aasha waydiyay ilaahdeen war soo cadee meelaha ay ku yaaliin iyo sida ay yihiin shuuq iyo chaq dambe u way emisana soo qoraya ee caalamka u soo gudbinaya fikirka anu khaasan la yaabay waan Frenchiga aan idin sheegay محايا هاي تي هدي على كوسة ما أقولي هاي وحي تلابين نجاها بون واقع قام مركا هدا أنا له دجاج كقاتم أنا هدا لو هدي الله سخال ده يحرية دون كأي محايا هاي تي يو مقع سو سمايس مركي هورة إيه مركا كمبا دجاج كلهم بلو دور إن تلاديس إن أنا gudahan la Soomaaliye yeelato gaar ahaan aanu lagu gacan ku hayntisa yeelano
إن محوها هدي على كوسة ما أقول يا هاي هدان أنت كجبحه وربحين تاكوبن وحاب برنامج ككني مك كوتشر تهدي بكده ليه هاي دولت هاي سامي ستي أوفنسيف سياسية أو بلارن هدي بكده لوان فيلا يا لوان إنه مدحونها خاتم بروفيسور عال خليفين ويديني من دونه هذا وله شو جا هذا نيروبي بوشو جا موضوعنا كهل ليه وكيف السبب تجي السجاي وفتجي للسعودية ويسوق قيبي إنه هدي الله كوسه ما أقول يا هاي إن أنا وزيرك يو رجع كلي للسعودية ماشي بكوهر يعني سجنا وحويمي ماشي اللي هذا نيروبي موضوعنا كهل ليه مواضيع كلام أو برلمان كلها هدي بكل إنترناشيونال كوميونيتي جا سفارتها قارك ميدا أي هدي بكل ليه وشو جوانا لقيا با إنه marka xaga wax isku arkayaan eegadna way isku arkayaan Nairobi iyo muxuu aha iyo safaarada kale iyo qolada monitoring group ka laftigeed hadii waqtigu u saamaxo ka badana uu imanayaayo in maxay ahaytay de isagu maxay ahaytay waxaynu ku dooranay waxay ahay leadership siyaasiya hadii alla ku samay ogol yahay international community ga iyo muxuu aha iyo caalamka kalaba inuu maxay ahaytay المبدأ خاط إني بروح بكون ناقصين. تأسكر قد قال بكون ناقصين هي ما أنت ميل سوى قال قد قال كنا برنامج كيسي هو. هدي الله يذكره الله يذكره هو صعدة ولا صعونة يا. تي سكر الله إجمع ذا يا هاي دينه هدي بكده لي هاي هورفريستوم حوها سومالوين إيو إيو إن إيو إنترناشيونال كوميونيتي قبل. دولة فدرال كيس سومالية هدي بكده لي هاي برنامج كده هدي هو هاي هاي وحاكت ديارة إن محايا هايتي لما تكون يلحي تمنك واتن دورشة الله سعده دورشة الله عسان دورشة الله عسان وإن يتشيران مرها دي دورشة الله عسان ممبر استيتسكي فدرال قبرمنت وحي لغا سو دوراني بارلمان كان لغا سو دوراني وبارلمان تنبو الله أورانا يلا كفصان يسيدو كوين الله كفصانه تشيري مايو وحاكيريسا وحاكيريسا parlamaan ka in laga soo doorto hadii bixil states oo qof waliba constituency gaar ah oo dadkiisu ay soo doortaan oo maxay ahayd hadii la ku sameeyo gol iyo uu yeesho en iyo madaxweynaha intaba laakiin waxa ka horeysa in ay abuureeyeen oo dhiseen federal states ki waxaanay ka soo bixil lahayeen waxa ka horeysa electoral commission ki la sameeyo waxa ka horeysa dastuurka waxyaabaha ka dhiman ee qeexaya qaabka ay wax u lacayaan oo dhan hadii bixil leeyahay in maxay ahaytay lagu sameeyo maxay ahaytay amendment lagu sameeyo dastuur la isla ogol yahay oo hagaagsan oo aan qabi qoraal ahayn inuu hadii bixil leeyahay horta dewa iyo laba sanadood ba hadhay waa waqti maxay ahaytay dib kale waqti waa fiiqan yahay laakiin waa lagu wada dadaalaya in inaguna dadaalkeena inuu ka qayb qaadanaynaayo taa Soomaaliyeedna waa fududeynayna waxaynu ku fududeynayna waxa weyn lagu intaynu deegaankeena xoreyno hadii bixil leeyahay soo taagna laas aanood ninkii u taliya ya deegaanka khaatmo soo leeyahay sanaga ayayna u taliya سلام مركب وقاعد هاي. هدا ساكو داوتان. هدا سيدا كو داوتان هدي بتكيد لي هاي أو آتنا هدا المحايا هاي توي. ده كل كبر رجع على جبهة قوسية قبله هنلو. وحن مرر بدن حسا هدي بتكيد لي هاي. إذا كنت دكان كعانا كدوني الدكان كأدانو. oo ugu talagalay hadda aanad ka yar isoo iibinaysaa dabadeed adoo gaarada dameer buuxa jiidanaya oo aadan u baahnaayn ayaa ka soo baxo kaasoo ay ka soo baxday lacag ciida ka badan inta aad nacnacay buskudka iyo hadibkeeda leeyahay waxa aadan u baahnaayn oo dhan hadibkeeda leeyahay iyo diyaanada iyo mala qoladii hawadaaba diyaanay idin noqotay oo idan cadeynaysa aad haddaad gelin lahaydeen kuwa maxay ahayd hadii bikeed leeyahay ayada jooga waa naboobaysa xoreynta horta marka kan waxaa go'aan la gaadhay hadii bikeed leeyahay taageeradiina la'aanteed iyo helisteedba heerdade in maxay ahayd waxaan awal hore anagu qoladeedii hore aan ku dhirran bay qoladaani go'aan ku gaadhayo waxa uu xoolaha xoolaha la leeyahay hadii bikeed leeyahay deegaanka reer qaato nin dambe oo looga gabanaya ma jiro xoolahay cunayaan gaadhigay dhexda u fariisanayaan hadday shidaal tahay hadday raashin tahay waxay u baahan tahay qorshaha la qaatay waa ka weeyaan
حوق حنتي دقودها تال إن لا استعمال أول عدك سد أو كي كوكيني ويا وناك هدي بكذا ليه لوفر يستلحم لقاطه إن محوها وحن ربا إن إم كإن يرسل تاج هدي بكذا ليه تالي الدين كودها نشالية دهير خاتم يت سوماليا بيتين تل هدي الله كوسا ما أقول يا هاي هدي لجسجو وين طارنا إيه مك بروفيسور كأيوه خير الله هسي يمحوها يا مدحونا كحجان هي دي برلمان كي يقول هاي صار لسنة الدولة ديت صعب إنه كطارنا وحنس كعب سقى بيا هدي بكده لي هي النجا كان طارنا وصعبين إن محيا هاي تهدي اللي كود يداد هي ذالعين إن اللي هدول هدي بكده لي هلفها كتشي وردين إن تاجرين شقين ما يعني من كاس يا قبلها هل كاتشوجا أما سقال قبله بحبله بارلمان ها هذا أما هدي بكده لي الدولة ها كتشرين هدي إن تاجرين هلف تاجردو ما هر لقالب ما هكلي هباوب لكن وحوي إن تاجردو وما جستوا وأتكدي سان وهذا وح قلدان وأتسيها جاكسان وتلمانتان ومحيها يتهدي إلا كوسة مقولة تلاها جاكسان وأتهي سان أتكو بيرسان عد معصومه ما تشفته وعنو مالنا سياسي إنو قم حياها يتهي بهاش إنو قفر سماء يلقل بضان وإنو حقا دنبي إنو قوها لإنو جيسان إنو ما تشفته لكن والله تلابا قادي كرمايو هل تلابا هدين إنو قتا قيري سورت قرتين ماها حويان هول بينو لي بن علوس أو وشيء بدنا أو مسكح هذا الله حرين يدك أو دجان كله حرين يو وراء دها عدا ظهي لسان حتى كدي دنو قفهانو دي دنو أمسك هلا كدي دنو وروح عظهي لسان ها ها تقبلنا أنت لقفص هذا حاجة دم اللي جورع قرط الله كشري وروح عظهي لسان ها ها تتأني أنت عالن كاس سوماليات كلاس كلا سوق شلل عرنا يبحى ويسكول كدي لو دي ديو وروح عضو هي لسان قبلنا أنت الله كفصدي صفك الله جقل بقول دولار لو كان يأذى جد لا يدو عشان إلا ده التي مقالة تشوجي للي حال بان القوسي نيو كوا عضو هي لنساء وكوا على خليف ماها برلمان ماها بلا كلام ماها كواسا إذن كبهان ينفتين هيله وحضوه لسان ماشي أدقين لهايدين هدي بتكيد ليه محوها عرورتين لقين لهايدين نقول لقول لهايد هو قاي سوان التفاكرين يا سومال نمضوه إليا إن وحد بالشيء هاي ليس كرتان كوميونيتي هاي أكسن هو محايا هايتي ولي بواكيا وإنجليس قولا دخاتهم هو محايا هايتي بلشوين تصوم عليهم تقولا دا نميك قلبيت كحيك تما هاي انت إذا بدان وكالة وفراء محايا هايتي أيس فران وهدي بثيلي واحد لباطول لحتى المجد الخاتم النمضة يصوم على النمضة بينا هاي أكسن قولا دا صوم عليهم دين أدلحي سابتان تان أنا ندمان ما ينو ينا دفت قران مايا حمل دتك تشوجا كسر بلو كسماء يكوى تشوجا تبوين كتشوجا يباي يبكل يتشوجا قرو وتشوجا أنا لا إنا لكل ما نلودي له أن الله رفادي وقبلها يجي سلام بالله شيء كيني يلا إيو روها ميلر بيو حكود بتاع بهل بيكود بتاع هدي بتكيد ليه وحن يرى سليد الأول حلده ها مرقاسي هدي بكلي وقول في ذو هل صف قلدي عيدا كان قلدا قلبي تكيم كيم تشوكتي ويسوق لنا صف بيسوق له حبت بيكون ردة ويكسر صارتا ويقول لي بتا يدا كرب ايجي ورقاقة وكسر صارتا ويقول لي بتا بهاش الكيمستي اي حشتا يقول لما كان لما هل كان وضيقي بافريو ايجي هل كان قبل يربع تاجر او لو يتمنشره حياة حياتي هدي بكلي لي هي لوري تونشير وين؟ مركب هاش لما تي إسكندر قاعدين مركب نيك إيجا شيء كان يوحو يسلها ملا بوق با وقفر إني ما كان ميشوا ولا يقنا مقعد يطول وقفر مركب إسكندر قاعدين بتيار إن إحنا سيق بسدين لو أي دي بفلي قال دمير كودي فولة تا
تلو حالي ذنكو شيقية ما هالنع إن نعنا قلاه إلهي بين الكهو سكلينا لكن نبر كي نقول لعائي يبدو كي نقول لعائي إنو إنو كرديو وحنا إنو كنت قال لما إنو مدن ماذا صومالي إنما صومالي إسو كينا ما ها إنو نعنا قو أبورو وإن إنو أرقنا واجب كينا قسارة وحاوية نعم إنو وحنا وابودي قلنا إنتا نوالح ينوار لغبحا ورسومال لماذا كالايا ورتنا إذن كوانا أكسونا هدي بكالي قوقب كان حول وحا إذن كو الهريرية ودكتير هدي اللي ساكين دحبحو إذن كابرتي من ديها بي الكهب إسكالنا لي ورسومال لماذا كالايا والانا لكن ده هدي ديدان وانا كاكرم وايا تاوحي الله كوقرين باكو قراني وقتي قدون تبا قادت وانا كورا جوين اينا وقتي بدن ودن بقادلين وكدر دار ميا وكدر دار ميا كوا إيه كوا كفول حبوا وين نعان ودعدوين واسلقة بتبداية نعي عدل النعى سومالية هاي لقى بحبينه كل الناس أظن بس نعي أظن بعذر كقول القنيع النعم وحالد الله كوميونيتي وهذه بكلية وحالد السكرتان مد إذن كنا أتسكن تار وبرشيد إن أتسكن تار ومخايدهم فردي كدير الكعذو سمايستين أثريه بلي ريه بلي دون كيسقوا حيسان maxay ahaytay muxuu aha barada ku dayo oo inaad ka tilahaan hadii bigeli wareel iyo reebal sidayn isugu maxay ahaytay khaatimo waa ku qoystay waan ku qalajisanay marka khaatimo leeyahay Soomaalnimada ayuu helisa socodkan socodkan aan imika ku jiro hadii bigeli leeyahay وها إن برشيد الهير خاتم الحدي هذا يبرشوين تساماليات ندول بقاعد كيسا واركا أي قرشة إن هدا هو رجع جندا ما يستنا محيا هايتي وحن كل قلنا يا حمر حمر بان وكيل وها أنا يا خاتمه هدي قال لك وسمو أقول يا هاي دولة فدرال كاي إنترناشيونال كوميونيتي جاب أنا جا يتيم أنكر لي سيدون هالكا هدا هالكا كهلا إيه هدي أنا محيا هايتي تلك جودي سي أي شو جنبه وحفر بدل أوفر بدل أوفر بدل أوفر بدل وصدق هذه السنة ودي نجاب بقدي بعشرة وينجاب بقدي محياتي دول دفعنا ده في إنترناشيونال كوميونيتي جابه تسأل لو كده بتجينا وحان ربا هدان أنت هيك جدبو شالية دي هي دل كانت شو كتار حياها صومالي كوميونيتيز كو دي بتكلم دي بدك شو أي هرمك فرحة بدل لو كان وياك وحوي وايسوليتد سوسايتيز يدا يسكون مكان سيدا مخايدها فر الدرر كل لوفر يستيبه هدي بكل يفهم اللي يفهم اللي ليه بعيد من كلامه هرو مرسى ما ينمسان تن حتى إذا تن وح كنا قلنا أنا قال تاوح لقو ترى كرم ميسان وطبعا كستو أن لا يقبل هاي هدي بكل اللي هي لما كنا ضيع شيء هل كان شو جاي ريبوبل كنيس كها محوها مسنا وإذا كبرني يا إذا كرر خاتمة يوسف ماليبا في تركي كم شن نتاجه دنوم بقى وجرت ويسو تاجين بررت هلا تاجر وهلا نسوا أكيد ديمقراطية هو رجورت والد الله هو واحد رجورت ده لو تقول حساب تانين هدي بكده اللي هي وحياة بها أتكد دنتين حياة الربابل كان يسكيني وحكي بدي الكرانو إين في المسكوسة مايا واحد سامي سر هدي بكده اللي كوي تالي دقال حبض عينه هينا ومن نمط الصومالي إن من نمط الصومالي خادستان سكوت ضيع وكجد بره بلي بره بلي دي بكل فرد كدر كيرير عاد ما يلاه الله فرد أنجو محمد هان يمامل يدور العصب محيه تخاطم الله بضبه وحال ديارونه إذا معصوم ماها هذاي بهو ذاك توين خاتمه بيلها كبه هو بهذاي تاعي هذاي وحتبنا يا نما ها هذا اسمها الدولة تقاف كل ولا سوى حكتها بشديد أما ها هذا لعدوي الهراء لعوي حكتها بشديد أما ها تقاف كهذا وحلاو وضه تبي كذي لو حكتها بشديد إن لا يصهر فريسته الله وضه الله ووحي ترى لا يسلك غرفيه وخلت كي ترى سعى في ما تقبت اللي سلطة المامه ومرك وحلا غرفيه ثلاثة برضو والليس له ليه برضو والليس له ديدا ياي
يان لدول فريسان إن إنت اللي سلدي ذي إنت اللي سلوا قولي هاي سيدي لقى وضع شقين لفول قدين لقبط وحان دياره هاي موادنكا محايا هاي تغير خاتمه فكر كخاتمه أن من سنين هي موادن كرير خاتمه فكر كآمن سن لكن وحيابك هلا صحها تخلط بها هات ترسانية إن أنا صرف لي صرنا المدرسة يلا وده هلا به الشيء أنت أنا هاي جا بخيلنا حكا جا بخيلنا هدي بكيد ليه إذا كنا هاي سكلا بخيلنا أيه لو وده هذا له أيه لو حصر أيه لو حسن الله له أيه لو هدي بكيد ليه هاي الوحى أيه لو صح كرنا أنا أيه لو صح له أيه لو هدي بكيد ليه هرا يقص عنه ريرك أنت اللي صور رصد حولها اللي قد يجنت شري حياتي حريها أنت الله صم يستعد يجيل يوحي بنا عاس بس يسمى سنشري مرك واحد شري عيال قار هدي بكيد ليه هذا كريدة وحد كسر قرط حنبوق أنا هريرها يكويال هذا كسر قرط عيال قار بكدول تاجر مرك صور رصد حوله أدير مكون رع حوله أنت تجيل أنت تجيل كنت تكتك على يصور قروه أذوق بحولها قرن قرن مايا فير خاتمو هدي بريجي هراء السياسة دينو هيد فوف سوهيو المحايا هايته هدي أي ينشرين إلا ما ينشرين ما مل فير خاتم ليهين أو أي أشقة تجيان أو أي محايا هايته هدي بكيد ليه هاي كارير كود أما ديدن هو ده أما هدي بكيد ليه متك شخص جاي متك جود باي كدي سكر يعني هادو سما يسمية مل اللي ليهين با إمك شرته واتكسو هو ينكرتان وأي أنت ماشى كفوفتان، وراي كرير أنت قتام بارو هدي بكيد لي إذين هاي النا وإذين لا كوري ناولي به، كلا يا نيسو كرير تقنو، and محوها وأكو علينا يا هذا الكا، واحد حسوس الثاني مك الدولة العصبة اللي نسيها هدي بكيد لي وح كتيرة. وسير ربو حوليو حبل مهم هيا وهدي قال لكو سبا وقول لي هاي المحوها مركي هوري ارغود اي مقال كود تور هدي بكلي اينو دبسنيني لا غبا يا ودك قارين الى هي هدا دبسنيا ورددك وحاينو كبرني اني نسي عيلينو سي فوغينو رير خاتمو انت خاتمه اميسن با شيغي قوفكا را الهي بان فريحي سكن سمين اديق اي ويلكاغا اما اديق يا غبدا يان بتكيم بمبدأ كلا دوان قاب المحوة مسنانة ياي حكون عن قف كسور لو كي يبي أذو خاتم النمضة كجا يبي كريم ميس عيني سعد عيني صه هبار عض هبار طر ما قس عض مكت كجا يبي كريم ميس ده أذير رو كي يبي رو إذا كي يبي نعدي أن أن مسنانة لي سور لو هذا إن هدي الله كوسة وأقول يهاي إن وحيلو بلنا تردت العصبة أيق قشيب حياتي مومنتم كان هر لهم حياتي خاتمه يجدي سعد كذي أوقلي إن نسبر برتاجنا إن أنا كلا حكين إن إنه والله هذا الله إن اللي هدي بكذي ليه كعماس قبصر له على الأقل وحين كل شيء إن أهلك أصله قرن ويني أهلك أصله أصله قرن إنت ورد طويل جوضة الحيسال لسكوما هي وين جوضة الحيسة والله سكوما هي أنت أي نسخة أقولها أي لوكيشين أنت أي نسخة أقولها أي لوكا وضع شقين أنت كلامه وصل أقولان دون هذا أنت كا وضع شقين لكن هذا أنت أي نسخة دي دارين أن دول فريسان له حبايا ناس على المايا الله حكوس على المايا الله حيس على المايا كامن مارمو إجابة ما رنتيد لكن حقيقة شفتها خاتمه مبدأ هي مامل صعودي أو ده شيء oo aan dib u noqonaynin weeyaa markaas bottom line ku yahay wuxuu nabi allah nin baafki kugu amaaniye sidaad qof walba ugu adeegi lahayd danaynaya khaatumo waa ka qolada soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliye hadii bidkeed leeyahay wixina waxay noqdeen waa ku garab taagnay dhe ruushka warna ma faacdo waa ku garab taagnay dhe ruushka لما أفعله ولا ما أفعله إذا كي يلمين ورجعي العذاب كدوري هنا العذاب تقال الله هنلقو كلفنا وحبظنا أن نقول تاجيري كريستيان باكرة
حبنا لو ما حفلة هذا اللي قالوا سوقيب كشا تغير بحدث سين كرتان وادو دو دي كرتان وادو هذا اللي كرتان هذا هل كان تاي هذا سومالي يقوده هذه مقدسية دولة الفدرال كميشي كشرت تاي هذا تاي هذه اللي كوسم يقول يه محوها أي دقالة تاي وحكم ويلش يدور لي من أيام وحوي وعادي كنا بتقولي هذا إني هاجاتو يا عادي كهر مركع سمايني سه إن هذا قط تاجرته هذا أيضا أذوق إيمانه إنه يقول هذا قال الله ما ينن وارين هذا تجيب كل سيد كله قط تاجر كرسبة قط تاجر قل هذه إن معايا تغير خاتمه وحان ليه لا حساب تمام هذا يجي كل تاجر ويا العين كا هذه بكده ليه على الأقل الباب هذا ما كان حفلة ذا ليه كحلة سمعنا ماذا أنا قمت قرقرت إن جاك شفت ما قرقرت كلمين أما لو تكلم ما يعني تكلم أو يدوى halkaasay ku dhaabadeysanta sida ay khaatumo dib ugu noqonaynin khaatumnimada ay dib ugu noqonaynin baan Soomaalnimada inaan u dhimanana iyana ay dib ugu noqosho lahayn laakiin ka qayb qaata taariikhda tan sameysmaysa een walaalahay Puntland waxaan leeyahay erey shacabkan oranaya ereyna waxaan oranaya maamulka een khatoob iyo butul wax badan ba ka dhaxayaan dalasha ka dhaxaysa dhaxdin ba ka dhaxaysa dhul ba ka dhaxeeya hadii alla ku sameeyo ogol yahay een iyo qaar kale oo badan een muxuu aha hadii maamulkii hore isbedelay oo maamul dambeeyimid oo kampeenka ay ku galeen muxuu aha hadii la ku sameeyo gol yahay dadkaasi waxay rabaan baa loo rabeyna wa ka dhawaajiyay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka kampeenkoodii in xoreynta la ka qayb qaadanayaan waxay dadkaasi go'aansadaan ay la qaadanayaan aakhirkeeda waxaan leeyahay war dadku waxay go'aansadeen inteedan idinku iman baabad ogeydeen waxa go'aankoodu uu ahaa khaatumay qaateen waad ogeydeen markii hore een buudigayaashi ugu cuslaa ee dowlad goboleedka Puntland bay ka tirsanaayeen dib ugu noqon maayo raadar oo dib loo ma raaco laakiin de taariikhdu inaad wax ka xigtay leedahay waxa keenay maanta in ay ilaahay maamul cusub baan sameysanayna oo ay sameysteen waxba hadda iska weydiin mayno waxaan iyaga leeyahay ballanqaadkii aad ballanqaaday markaad kaambeyga ku jirteen oo fiin waxaan leeyahay haddii xoreynta igu yarkaadii haddii xoreynta laas aanood iyo deegaanada khaatumo ee la haysto rabto inaad ka qayb qaadataan ama Soomaalnimadu haydin dhibayso oo Soomaalnimada aad ugu heelinaysan darteed ama wax kale oo aan madashan ka sheegaynba maxay ahayti aad uga qayb qaadanaysaan way idin furanta waydiin furanta inaad ka qayb qaadataan laakiin kagama qayb qaadan kartaan isu soo dhawaashaha reer khaatumo iyo reer Puntland kuma abuuri kartaan in wax qabadkiina ugu culusay ugu badan hadii kale aad sameysanayeen noqotay inaad xabsadayaal iyo nooc lamid intaad u yeelataan aad tirada kale oo maxay ahayti halka soo liyo sanaga iyo ayraalka kan ku midkale anigu isaga lama yaabani waxaan la yaabaniyo noociisa lama yaabani hadii bi kale leeyahay dadkan weli maxay ahayd war miyaan qulxuxda laga ilbaxayn waray feer khaatumo inay idin kaga sii fogaadaan mahan idin ku soo dhawaan maayaan waad xasuusataan tallaabooyin badan baanu qaadnay oo aanu isku dayinay dowlad goboleedka walaalaha ayaa inaanu hadii bi kale leeyahay wada hadalno oo isu soo dhawaano oo iskaashano oo ifi aakhiraba way suhrannahay laakiin aanu garanno de sida ugu habboon ugu wanaagsan aanu isu suhrannahay inaan u wada dhaqanno waad ogeydeen qarnaanu tagnay qarna markaanu tagaynay waxaan xusuustaa madaxweynaha khaatumo iminka isagoo markaa madaxweynaha ee degolahi jiitanka uu ka tirsan oo qabanqaabadii shirka u yimid ya waxaan suurtageliyay afar jeer inaan la hadal siiyo hadii bidkeedii madaxweynaha Puntland Cabdi Waliid
أفرجين أنا والله ما هذا وحنا سيد هذي بكذا اللي هاي قفك ما أنت وقفك قلنا بطل أنت هذي بكذا اللي وقفك فوق عدي نخاطم يسوع وضيع المها ها هذا حلين وهذا حلين إن قرن اللي يمدو بقول كل عالم ساره وولي بقى ينقل هاي اللي وين نجي هذي بكذا اللي اسمه دي غير بطل أنت هذي عصليت بقى كم قنايد مثلا هي الآن لموشن إن الدولة دوه إلى الدولة داودتي يا له هدي بتكيد لي هاي كوجو أنصني وحنو كوجو أنصنا وشجرة إن الخاتمة كوي مرينه وفدي بلارن ومدحويني الخاتمة وتم والدولة دي سعيد كلا صعته وقول يا شيء كلا الخاتمة هدي نقيهين يا هدي كون سياسيين تايهين بقى أي الله صعدا ما كلني ما أدنى وعيدا كي يجا وقت ما كلني ما أدنى سيدا وها ومركي الله بعد وراي سيدا ما كلني ما أدنى هدي بتكيد لي هاي وها ومركي صد هذا ما كلني ما أدنى ها ما أنت أنا ببحين دي بارو دبل هذا الله وحول ليس كسوق بيت رض دم وحياة هاي مناسبة الله فيها سيدا وحول عوض السعودية وحنا ككرر سنة حتى ماش أنا وحامري أنتي فكر كبوتلان وجو أنا كتير فوقيت خاتم أمري سماش هذا دقيه هني هذا يهين سياسيين والله افتكر رفعت كأنه لقى قاري بين روها إن رصا وسقول لي قلنا أنت يا ذكر هذه بتكيد ليه هول بدر لقى قرد عاد وحنا كنا حلا وحياة هاي إن ماشي بقى قوس اللوسي سمالنا ماش أنا سلي خاتم اللوسي إلا يلهمه ولا راح يو جمهورية سمالنا واللقوع العلي صدق اسمه هدي بكذا لي هاي باقي من هالجي سقيم قال كنا وحمر يوفت بلارنا عيدا كبر تحسانو سمينا وحالو سمينا برتلينا نكشره وحب الله ما لنا هالين أنا ولا مسؤول لكن هدي سياسيين تاي بروفيسور مدحوينا هاي ولا سعلي المحوها وزير هذه حكومة ديد ولا السعودية وضياشي نقنك ولا السعودية وحب الله ما ننهارين وحنو تانا أسمينين يضعوا عدنا أنو أركينا أي تشيس غير بطلانا كميدة تحي وحنو سيدا أسمينين وحايا هاي مسانة بل إن أي فرانت كوردور مر لبعضة مر لبعض إنه في المكوردور كهدي بكل وضع هذا اللوك والله سوى وضع هذي مع وسيع ما ضال وقصة كورس صلي هدي بكل اللي هي هلا إيه هلا سمايو كده هو ساديو رنتي قال كعيو تتكدجة يوم حوها هذا الكا مع وسيع هو أفضل ريكورد هدي بكل اللي هي لما كنا له واسكا كفتكو با لا يعاجسو كفتكو ما كدريي waxa la isla gaaray talaabeen ba la isla gaaray waxa la isla gaaray in hadii bidkeed leeyahay nabadana la sugo deegaanka nabadiisa oo culada ka jiray waxa la isla gaaray in aan lo access u yeelano hadii bidkeed leeyahay dagaal baan ku jiraay maxay ahaytay galkacay facilities keed caafimaadka way loo ogolaadeen si wanaagsan bay ka yeeleen oo gobolnimada oo sharaf leh hadii bidkeed leeyahay in wadooyinkooda ay wax loo soo marayaan oo waxyaabo aan halkan imi ka tilmaamay baan loo soo maray laakiin tii ugu muhiimsanayd ee looga socday duluucda looga socday hawshatan waxay ahayd in hadii la ku sameeyo ogol yahay mustaqbalka khatumiyey butlaan ay wada hadlaan tabanna guddi hoosaadii waxa soo farsamay la saaro sida aanu tii u filanay waxaan loo xigay waxa weeyaan hadii bidkeed leeyahay labadii xildhibaan ee booskoodu banaanaaday waanu leeyahay war haddii markii hore kufsateen imi ka kufsaneen waliba intaan ka cabanayo la hadalay baa war naga daayay imi haa isku dirina dadka iyaga oo aad ogtihiin oo qaabka xildhibaanada loo magacaabay hadii bidkeed leeyahay waxa magacaabay xildhibaan walba cuqaashiisa iyo isimkiisa in la yiraahdo وقال كله إيه اسم كله صحيح المدرسة قال لك يسوع كايد درس هاي نقد هاي أنتي هلا حياة الله يدين عرفه
مثلا السورة قالي المحاية هاي إن محوها الله هو الحارس ده بس كي حل دبان لدا محاية هاي تدي بتكيد لي هاي والدولة ده محاية هاي تي بوتلان أي شخصيا هذي تي برايم مينستر يا هذي تي نكلي له هذا شوارع قدون كبارلمان يا هذي تي محوها مدحوينها فدرالك انت با اي ستوس او غلص هذين الى هذين حتى ملك لما رسالوا قاعده بل هذا قاعده اي محي حياتي ان اي شيء ان ما انت وان كشريا انت دمي ان سعودي وان كشريا وحويان وحانو ربا ان ان كغب هذا كغب وحويان وحان فرح بدن ان شيغ بن بوتلا السنه وحاس اي وخ كلو فر بدن ما دشان ان كغه حدلين بانونا مخيتي جيره مسنا وحان لو غول لهي انت لغا ودا حدلو تنت ان لغا ودا حدلو اسمعني عكره علادي محيه هيتي دحديدن ما مري كرتو ميل بين نغا فورنت هي حديدن تاغيرد انو ايدن كمودن لهي ايدن نسينين ميد سياسي يا ميد كلبا امسك نوغو ددال ومن جحابس كان لبد لوغودا لغا داي شعب كرير خاطبو وحان له شعب كرير بوتلان وحان له خاصه اسمديس انو وارغ ولي اسم بوتلان او كهدليا beelaha butlaan oo ka hadlaya dhibaatooyinka iyo rafaadka ay haysta maxay ahaytay een qaato ma haysto oo uga hadlaya dawladdooda kala hadlaya oo la warhadii bitelee laga daayo dadka kar een isimada waxaan leeyahay hadii bitelee dadweynaha een muxuu aha siyaasadda iyo hadii bitelee leeyahay een iyo isku haysashadeeda iyo maxay tahay rafaadkeeda dibeed waa gaar لكن دادي هو دكتور ودكتور كيني. دولتنا دولتنا لو حد كسر تجلين كرتان واحد بدل ما تكسر تجلين كرتان هذي عد كينا مقلان. عد كينا هذي مقلان. وأي لهذا وردت كان هذي بكذا لي هاي عيد العيد اسمه حقيقة شفت أنا واطع وعيد العيد اسمه خص بكرس. عيد خص بكرس ما تشرت. فرقاتهم واطع شرين ويلا السعودين دنت ملقا راعا غنعسغا iyo hadii bi kale leeyahay dadnimada iyo daris wanaag iyo iskaashiga faraha badan ee qurxda badan hadii la ku samagal guriga hadii lagu wada joogo hiif iyo haaran odag iyo habarto waxa ma dhismayo waray wax laakiin hadii lagu wada joogo markay soo gashaa xabiibi waadan isfatuhin karnino hadii bi kale leeyahay een guri wanaagsan oo carruurta si wanaagsan ugu korto yalla sameyn karaay walaaynu taa sameyno gogol baan reer khaatimo u sameeyay abdii walow ka marimayso waxaad u sameysaa gogol shacabka dadweynaha reer khaatimo gogol ha u dhigine gogosha waxaad u dhigtaa in dawladda khaatimo ay saragtaa oo aad wada hadashaan oo aad wax isla meel dhigtaan oo aad wax isla garataan taas aad ayaan ka mudan adeer shacabka iyaga waxba gogol ha u fidsan waa tii siilaan iyo kala deetaas gogoshii siilaan waxaan waan ku dheeraaday hadalkii aan kaga baxay aan oo aan maxay ahaytay ugu noqonaya mar kale oraahda jaaliyadiina tan waxaad yeelaysaan waxaad sameynaysaan maxay ahaytay deegaankii iyo dawladda cusub la dhisay waa taageeraysa taageero buuxda oo jeebka ah oo aqaliga ah oo xoog abaad waxaa la rabaa lixdi bilooda kasta 20 nin oo gabdho iyo wiilal oo dhalinyaro ah oo aqoon yahan oo deegaankii taga haddeen tagin oo aad tirahadaan qof walba inay wax hagaagaan oo khaatimo iyo lascaanood la xoreeyo hadii bikada leeyahay muxuu ahaa baanu rabnaa oo taageerada aanu idinka rabnaa aanu idin weyno oo maalintan oo lafahayaga la cararan aad tirahdaan hadii bi kale maqaadihii baan idinka fadhiyi kan weyna kaftan xumidiyeed oo waxba shaqayn maayaan dadow
خاتمها لا تاجره خاتم يدين كلا أنت تسعول ما يصير تاجره وسومالوين كده تاجره وسكلو تاجره يدين كنا وحصو صارت للي يريد إنه وحبرته دي بكده لي هي هكذا قيم قالته وكفر حيمك هذه بكده في البابل كم هسكا هذه محوه وكفر حي والله بالشدة وحكا هذا هذا دول سال هالكنا اللوبي جو كفر هذا بدل لقسم مينية خاتمه هالنولاتو هالنولاتو خاتمه سوماليا هالنولاتو هو ذا شفته هم يدوده وحن كجب حيا ورقف كيدي دلو يدي دلو إيه كلا إنه وضع هذا اللي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا هي وركة ونسيجي إميكا وحن كسر ويني يا بصاد خيرة أو أه هل بقولها غير خاتمه you know قف كيس بصاد يقان يوحى قبته أيوم با أك يوبح مركا بصاد صدو ذحوينها حاوى نفرس وحاله وذا هسنا وسوس عدم بولي عبد لكن أنا وحن أودنا ما هدنا وحن كسر دوينا يا ولا شيء حاوقاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن أوركم فريسا وح أوركم فريسا وقدون سينا يسا أوبح أوبح أنا وأنا فريا وح أخي يسا مساتي خير ها أوبح باصود يا رسي قفكو ولا شيء قال لبتيسا وصود يا رسي المدحويني هراء إن نصينا awards المدحويني هراء هو شقفك مركو قبته وإن thank you لله هدان لو ما هد نقن معناته وحوار رالله جماعة مركا محمد آد يا آد باين رالله أغنها وحنا عدينا يا awards كان سينين وحكم ذا وارجع نش وواحد لقح صاي محمد يوسف برسيدنت محمد يوسف اندشال برسيدنت قاتم استاد اوف صوماليا وحاوية the leader who shares experience ensures a bright future and leaves a legacy of success وحاوية award of certificate او اي ادين كوسو ديارسي خاتم diaspora of Minnesota USA The Honorable Muhammad Yusuf Chama and the Shell, in recognition of your heroic bravery as the President of Khartoum State of Somalia. Ye chaliye de gudi de de bahadi bit kedele yahay en haya haytay en billad sharafiyadatan waxaan rabaa inaan ku celiyo biladaha kan cid leh aniga maaha biladahan waxaan u hayaa oo gudoomaya waxaan u hayaa oo gudoomaya intii u dhimatay iyo inta imika maxay ahaayay dibidkeeda leeyahay uu soo taagan inay khaatumo daneeyda meel mariso anigu malihi kuwa saale waan u gudoomay waan u hayaa